بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبايبي رجالة حاتم سميكة، أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وراجع لكم النهارده بمراجعه انا بسميها مراجعه الانقاذ، ريمونتادا زي ما بنقول، لان لو حضرتك ما كنتش من اول الترم مراجع كويس على قواعد الانجليزي، لو كنت ذاكرتها كويس ومحتاج تلمها كلها، فانا جاي لك النهارده في 3 فيديوهات بس براجع لك كل قواعد اللغه الانجليزيه بتاعت الست وحدات اللي فاتوا على السبوره، وكانك تماما رحت السنتر قعدت قدام المستر وعلى السبوره سمعت شرح كل تفاصيل قواعد ست وحدات. هينزلوا ان شاء الله على 3 فيديوهات، الفيديو الاول اللي حضرتك بتفرج عليه دلوقتي، والفيديو التاني ان شاء الله بعد يومين، والفيديو التالت كمان يومين، يعني في خلال 6 ايام حضرتك هتبقى راجعت الانجليزي كويس جدا كشكول، وتكتب معايا كل ملاحظة وكل نوت، لانك فعلا انت بتراجع ست وحدات حرفيا مفيش كلمة هتحتاجها وانت بتحل اسئلة على القواعد دي الا وان شاء الله هتكون شفتها ان شاء الله في الفيديوهات بتاعتنا، فيديوهات الانقاذ، حتى لو ما كنتش ذاكرت خالص، حتى لو الانجليزي بالنسبة لك مركوم من اول السنة، تعالى 3 فيديوهات بس ان شاء الله هتلاقي نفسك لميت قواعد الانجليزي وفهمتها كلها بكل تفاصيلها، مفيش تفصيلة كبيرة او صغيرة الا وان شاء الله هتلاقيها معانا في الثلاث فيديوهات، فيديوهات الانقاذ او الريمونتادا. طلبي من حضرتك بقى انك تبلغ كل اصحابك وتقول لهم تعالوا يلا بينا نراجع مع بعض مع مستر حاتم الانجليزي بتاع الترم الاول كله، يعني حضرتك هتشير الفيديو في كل مكان وتبلغ كل الناس، وعايز مصر كلها بتراجع معانا الثلاث فيديوهات بتوعنا ان شاء الله. اكيد هستنى تعليقات حضراتكم، واكيد هستنى ارائكم في التعليقات، مهم جدا ان انا اعرف الفيدباك بتاعك، مهم جدا ان انا اعرف ايه رايك، عجبك ايه ومش عجبك ايه، قولي كل حاجة من وجهة نظرك في تعليقاتك، يعني كل ما تشوف حاجة وتحب تعلق عليها ادخل على طول في التعليقات واكتب تعليقك عن القاعدة دي تحديدا. على فكرة احنا بنتكلم النهاردة في وحدتين، يعني تقريبا 4 قواعد، فبالتالي الفيديو الى حد ما هيكون طويل نسبيا، بس ده ما يقلقكش، في التعليق المثبت في اول تعليق ان شاء الله هتلاقيني مقسم لك الموضوع، يعني قايل لك مثلا في الدقيقه كذا هتلاقي القاعده الفلانيه، وفي الدقيقه كذا هتلاقي القاعده الفلانيه، حضرتك بس ما عليك الا انك هتضغط على التايمينج ده هتلاقي نفسك دخلت على القاعده مباشره، يعني مش لازم تسمع الفيديو ده مره واحده، ممكن تسمع الفيديو وتشرب كوبايه شاي وترجع لنا تسمع كمان وتقوم تتغدى وهكذا، يعني خليك كده ايه علشان تفصل ما يبقاش كل القواعد ورا بعض، بس اهم حاجة انك بتكتب معايا كلمة كلمة وحرف حرف. مش فاضل لنا بقى غير ان احنا ندخل على طول على الشغل، ويلا بينا جاهز نفسك ويلا نبدأ في شرح اول قاعدة. وزي ما اتفقنا النهاردة بناخد القاعدة بتاعت Unit 1 Read All About It، اقرأ كل شيء عنه او عنها، وبناخد الجرامر بتاع Part 1 واللي بيتكلم عن أزمنة الماضي، الماضي البسيط والماضي المستمر. نبدأ الأول في زمن الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط Past Simple Tense، عايزك كل كلمة بتتقال من فضلك من فضلك اكتب ورايا، وقف الفيديو براحتك، وقف الفيديو زي ما انت عايز الف مرة واسمعه بالراحة كده واحدة واحدة، واكتب حاجة كل حاجة بتتقال حاجة حاجة معايا علشان تذاكرها، وبعدين لما نيجي نحل تلاقي نفسك فاهم اللي بيتقال كويس. في حاجات هتلاقيها مش موجودة على السبورة، اكتبها اكتبها ورايا، اسمع مني وهستناك كده لما تكتب، وقف الفيديو اكتب براحتك خالص وبعدين ارجع كمل تاني. طيب قلنا ان زمن الماضي البسيط هو الباست سيمبل تنس، اللي هو التصريف الثاني للفعل. طبعا كلكم عارفين ان لكل فيرب في اللغه الانجليزيه 3 تصريفات، تصريف اول وثاني وثالث. التصريف الاول او المصدر هو الفعل في المضارع، التصريف الثاني هو الماضي، والتصريف الثالث الباست بارتيسيبل، واللي بنستخدمه في ازمنه التام وبنستخدمه في المبني المجهول. النهارده بناخد الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الفعل المنتظم اللي هو بنقول عليه regular verb، يعني فعل منتظم، بنضيف للفعل المنتظم اي دي زي visit فيبقى visited، ولو الفعل اصلا اخره اي بنضيف له دي بس زي invite فيبقى invited، ولو الفعل اخره واي بنستنى شوية ونبص قبل الواي، لو قبل الواي حرف ساكن مش متحرك، حضرتك فاكر الحروف المتحركة طبعا A E I O U، 5 حروف متحركة A E I
او ويو. لو واحد من الحروف المتحركه وضع تاني، انما انا بقول لو حرف ساكن قبل الواي فبتشيل الواي خالص زي ستادي وبتحولها الى اي اي دي. اما لو الواي قبله حرف متحرك زي بلاي مثلا فبتسيب الواي زي ما هي وبتحط اي دي للفعل. غير طبعا ان في افعال غير منتظمه اللي بنسميها الريجولار فيربس، الافعال غير المنتظمه اللي مش ماشيه على قاعده واللي حضراتكم بتحفظوها زي سي سو جو وينت وهكذا. جمله في الماضي مثلا اي فيزيتد لوكسور، تعالوا نخلي ده المثال بتاع زمن الماضي البسيط، انا زرت الاقصر اي فيزيتد لوكسور. هنا انا بتكلم في زمن الماضي البسيط، جمله مثبته. لو عايز انفي زمن الماضي البسيط بعمل ايه؟ قال لك باختصار بتيجي تكتب didn't بعد الفعل، الفاعل، وبعدين didn't اللي معناها لم، وبعدين الفعل في المصدر. يعني ايه؟ يعني المصدر بدون اضافه. يعني ايه كمان مره؟ يعني هقول اي او هي didn't visit، مش هحط الاي دي، هرجع الفعل للمصدر او التصريف الاول بتاعه، هي didn't visit Luxor. يبقى في حاله النفي في زمن الماضي البسيط بتنفي ب didn't. بس اوعى تنسى انك ممكن تستخدم في الماضي كلمة could يعني استطاع في الماضي، وده يعتبر ماضي بسيط. ممكن تستخدم كلمة would يعني استطاع او سوف يفعل، وده برضو في زمن الماضي البسيط، يبقى could would الماضي. ما تنساش كمان انك ممكن تستخدم was aware كفعل اساسي في الجملة، فتبقى الجملة عاملة زي مثلا، اكتب معايا I was at home، انا كنت في البيت. I was at home هنا was فعل اساسي بمعنى كنت. هعرف ازاي يا مستر ان was هنا اساسي ولا مساعد؟ الحتة دي مهمة. تعرف ان was فعل اساسي او مساعد لو شوف بعده في افعال تانية ولا لا. I was playing ده كده الفعل ده مش اساسي، لانه في playing فعل اساسي ويبقى was ده فعل مساعد، وده اسمه زمن الماضي المستمر. انما انا بقول لك was لوحدها، I was at home، I was 7 years old، I was at school. was هنا aware بيبقى فعل اساسي بمعنى كنت، وده فعل ماضي، الماضي من am و the are. كمان ما تنساش انك ممكن تلاقي did مثلا بمعنى عملت، الماضي من do زي do homework، الماضي منها did homework، وده بيبقى فعل اساسي مفيش بعده فعل تاني فيبقى هو الفعل الاساسي. اسمع I did the homework. هنا الفعل did هو الفعل الاساسي بتاع الجملة وهو فعل ماضي. زي مثلا لو لقيت had يعني امتلكت، الماضي من have. I had a pen، امتلكت قلما، او ده فعل ماضي. عرفت ازاي انه ده فعل ماضي؟ الماضي من have. طب اساسي ولا مساعد؟ لا اساسي، عشان ما فيش افعال معاه تاني غير I had studied و I had played. لا انا بقول I had a pen. هنا الفعل had فعل اساسي بمعنى امتلكت قلما. خد بالك انه did ينفع فعل اساسي، was aware ينفع فعل اساسي، وhad ينفع فعل اساسي، وكلهم طبعا ماضي، غير ان could would كمان ينفعوا في الماضي. السؤال هنا بقى، انت بتقول يا مستر لما تحب تنفي في زمن الماضي بتستخدم didn't والمصدر، طب لو عايز انفي couldn't يعني مش هستخدم didn't؟ لا. طب لو عايز انفي would wouldn't اكتب. طب لو عايز انفي جمله فيها had، هنا بقى نقف مع بعض شويه. هاد مش هنقول هادنت، لان هاد هنا فعل اساسي بمعنى امتلكته، ونجيب له احنا من عندنا didn't فيبقى I didn't have. I didn't have. طب لو قلت يا مستر I did homework، انا عملت الواجب، وعايز اقول انا ما عملتش، عايز انفي بقى، نفي الجمله دي ايه؟ قال لك تجيب من عندك didn't وترجع الفعل الاساسي اللي هو do، did يتحول لدو، تبقى I didn't do the homework. كمان مره I did the homework، عملت الواجب اهو، I did the homework. الجملة دي مضارعة على ماضي، برافو عليك ماضي. هسأل سؤال كمان، هو الفعل هنا did فعل اساسي ولا فعل مساعد؟ فعل اساسي. عرفت ازاي انه فعل اساسي؟ مفيش بعده افعال تانية. كويس، عايز انفي بقى، قال لك استنى هو مش هنا اساسي؟ يبقى تجيب له انت من عندك didn't. يعني ايه؟ يعني اقول I didn't. طب ما هو انا نفيت اهو. لا انا ما فيتش did، ده انا جبت له من عندي didn't وهرجع did لاصله اللي هو do للمصدر بتاعه، فتبقى I didn't do the homework، لم اقم بعمل الواجب. يبقى تاني واحده واحده كده يا مستر معانا، تاني النفي في الماضي بايه؟ ده عموما ب didn't. كويس. طيب تعالى بقى اكتب معايا could، النفي بتاعها couldn't، would النفي بتاعها wouldn't، had النفي بتاعها didn't have، didn't have. طب did اللي معناها عملت الواجب مثلا، النفي بتاعها didn't do. طب يتبقى لي ما مستر was و were اللي معناهم كان. لا دول عادي ممكن تحط لهم not وهو اساسي، فتقول I wasn't at home
ما تستخدمش didn't و they weren't at school ما كانوش في المدرسة وما تستخدمش didn't. يبقى أنا عندي كده ثلاث حاجات نقدر نقول عليهم إنك ممكن تنفيهم شخصيا وهما في الماضي. could يبقى couldn't, would يبقى wouldn't, was were. was aware اللي معناها كان يبقى wasn't أو weren't. غير كده كل الأفعال اللي بيتحط لها didn't والمصدر بما في ذلك had و did. حتى had اللي معناها امتلك واللي طول عمرها مساعد بس نسيت أصلها يا بيه, يعني هي طول عمرها مساعد وكنا بننفيها عادي ونقول hadn't played وكلام ده, إنما لما أصبحت أساسي شافت نفسها علينا وقالت لنا لا يا بيه احنا دلوقتي لما نيجي ننفي ننفي ب didn't. حضرتك انا دلوقتي بقيت اساسي فخلاص طالما بقيت اساسي بتعامل معايا زي اي فعل تاني زي played و ate و visited وكل افعال, وهات لي من عندك didn't الكلام ده مع had ومع did ماشي. انما could و would و was aware بنفيهم عادي هما شخصيا تبقى couldn't و wasn't و wouldn't و weren't. كويس للسؤال بستخدم did لما احب اسال في زمن الماضي, عشان كده بقول لك اكتب ورايا لان في حاجات مش مكتوبه على السبوره. لما احب اسال في زمن الماضي بستخدم did اما في اول الكلام بمعنى هل او بعد اداه الاستفهام. يعني انا عايز اعمل سؤال في جمله مثلا, عندي جمله ماضيه اهي اي فيزيتد لوكسر انا زرت الاقصر, عايز اسال اقول هل زرت الاقصر, اعمل سؤال هل. قال لك بتستخدم did في اول الكلام فيبقى did you visit luxor هل زرت الاقصر. لو عايز اسال باداه استفهام زي متى مثلا when اقول when did you visit luxor وامتى بقى زرت الاقصر. بس خد بالك في الحالتين استخدمت مين did لانك بتسال في زمن الايه الماضي did في اول الكلام بمعنى هل او did بعد اداه الاستفهام بعد when او what او where وهكذا. بس برضو لاحظ ان في وجود did الفعل رجع للاصل بتاعه للمصدر وما ينفعش احط ايدي, يعني ما ينفعش اقول did you visited luxor ولا when did you visited, لا هتبقى visit بس علشان did موجوده. يبقى في حاله النفي ب didn't بحط المصدر وفي حاله السؤال ب did اول الكلام معنى هل او بعد اداه الاستفهام كمان بستخدم المصدر. سؤال هنا مستر, طب لو عندي was aware ينفع استخدمهم في السؤال شخصيا؟ اه نفس الاربعه could و would و was و where الاربعه دول ينفع تستخدمهم زي ما استخدمناهم في النفي شخصيا وقلنا couldn't و wouldn't و wasn't و weren't. هم الاربعه برضو ممكن تستخدمهم في السؤال وتبدا بيهم في اول الكلام وتقول was احمد at home هل كان احمد في البيت, ما استخدمش did. were they at school هل كانوا في المدرسه. could you play هل استطعت ان تلعب. يبقى الاربعه could و would و was و where ممكن انفيهم شخصيا وهم اساسي وممكن استخدمهم في السؤال وابدا بيهم في اول الكلام او بعد اداه الاستفهام. كلمات الداله على الماضي البسيط اللي مجرد ما بشوفها بعرف ان في زمن ماضي وبختار زمن الماضي بناء على ده. اول ما بشوف yesterday يعني امس امبارح بستخدم زمن الماضي البسيط, يعني عندي جمله مثلا choose بيقول لي I not football yesterday ومدي لك اختيارات play played is playing was playing لا yesterday يبقى played على طول. يبقى yesterday كلمة تدل على الماضي, the other day اليوم السابق او في يوم تاني يعني قبل كده تمام, the other day ago يعني منذ. بس خد بالك ان ago بتيجي قبلها مدة وركز على الحكاية دي, يعني اقول 3 years ago 2 months ago a week ago يعني دايما المدة قبل ago المدة الاول وبعدين ago. once one day one once upon a time الثلاث كلمات دول معناهم في يوم من الايام او ذات يوم او ذات مرة, ودول بيستخدموا لما تكون بتحكي قصة. يعني ايه؟ يعني مثلا حضرتك بتحكي لي حدوتة في الماضي فاكيد هتستخدم في يوم من الايام حصل كذا, ولازم وانت بتحكي الحدوته تستخدم فعل ماضي او ازمنه الماضي, ما ينفعش تبقى بتحكي لي حدوته وبتتكلم معايا في المضارع, انت بتتكلم عن حاجه حصلت في الماضي. فدايما لما بلاقي once يعني ذات يوم او one day يعني في يوم من الايام او once upon a time يعني في يوم من الايام او ذات مره بستخدم افعال ماضي على طول. كمان last بيجي بعدها last year last month last week last saturday last march اي موعد مع last بتديني زمن ماضي, last يعني السابق او الماضي. كمان لو اداني in وبعدها موعد قديم in the weekend in سنة 2002 2002 اي تاريخ قديم سنة قديمة او موعد قديم او شهر فائت بتستخدم in مع موعد قديم يبقى بتستخدم الماضي البسيط. كلمة just now, just now مستر تبدو ان هي مضارع, just now لا يعني لسه يا دوب قايل كذا, يعني just now وجودها تعني ان الحاجة دي لسه حاصلة من شوية بس برضو اصبحت ماضي يعني ما هياش مضارع. يعني هو مثلا ايه he fell just now وقع دلوقتي حال انا شفته بيقع فبقول ايه he fell just now he said just now هو قال لسه حالا دلوقتي كذا. فjust now كلمة تدل على ان الكلام حصل في الماضي.
In the past يعني في الماضي. اكتب معايا الترجمة من فضلك. In the past يعني في الماضي. In the ancient times. In the ancient times. كلمة in the ancient times يعني في العصور القديمة. خد بالك ان ancient يعني قديم او اثري و times يعني اوقات او عصور. In the middle ages يعني في العصور الوسطى. في العصور الوسطى يعني برضو بنتكلم في الماضي. In the old days في الأيام الخوالي في زمان يعني في الأيام القديمة. فكلمة all days يعني في الأيام السابقة. At the age of كذا يعني في عمر كذا. لما أقول لك مثلا at the age of 7 وأنا في عمر السابعة I could study hard وكنت بعرف أذاكر كويس. أنا استخدمت could لأن احنا عارفين إن could تعتبر ماضي. أو I would كذا. أو I studied hard. أو I played football. أو I learned to ride a bike. اي حاجه بتتكلم عن at the age of كذا وزمان وانا في عمر كذا بيبقى بتتكلم في زمن الماضي البسيط. when I was ده تعبير دايما بيجي مع الماضي البسيط. يعني ايه when I was؟ عندما كنت. ودايما يجي بعد when I was ايه؟ when I was young عندما كنت صغيرا. when I was at primary school وانا في ابتدائي. when I was at preparatory school. when I was at Luxor. when I was a child. when I was little. كل الحاجات دي when I was كذا عندما كنت كذا براحتك بقى ممكن تحط when I was اي حاجه. المهم ان طالما جه when I was يبقى انت بتتكلم في زمن الماضي البسيط. يبقى نقول من الاول واحده واحده كده. الماضي حاجه حصلت في الماضي وانتهت وهو عباره عن التصريف التالي للفعل. اوكي وعرفنا شكل التصريف التالي بيبقى عامل ازاي. النفي بتاع الماضي didn't الا في حالات معينه هم could would was aware بتنفيهم شخصيا. غير كده لا. حتى مع had بتنفيها ب didn't تبقى didn't have. وحتى مع did بتنفيها ب didn't فتبقى didn't do. لما احب اسال بستخدم did اما في اول الكلام بمعنى هل او بعد اداه الاستفهام الا في حالات اللي هم was were could would. كويس جدا. الكلمات الداله على الماضي البسيط هي دي. اول ما حضرتك تشوف اي كلمه من دول تعرف انك في زمن الماضي. انما اقول يا مستر هو الماضي ده يعبر عن ايه؟ يا راجل ده سؤال. الماضي يعبر عن حاجه حصلت في الماضي. دايما الماضي بيكلمك عن حاجات حصلت في الماضي وانتهت. فهو يعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى. خد بالك لما اكون بكلمك عن حاجه انا عملتها وخلصت. I studied hard انا ذاكرت كويس. بتكلم في الماضي فبستخدم زمن الماضي البسيط. كمان يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن احداث نتاكد من انها حدثت في الماضي بطبيعتها دون الحاجه لذكر الكلمات الداله. لا لا تعالى لي تعالى لي واحده واحده كده واشرح لي يعني ايه. يعني لما اقول لك مثلا I was born انا ولدت in Cairo في القاهره. حضرتك محتاج ان انا اقول لك على موعد عشان تتاكد ان الكلام ده في الماضي؟ يعني انا وانا بكلمك دلوقتي وبقول لك انا ولدت في القاهره ممكن اكون ولدت في المضارع او بقولت في المضارع او ساولد في المستقبل وانا بكلمك عن حاجه منطقيا كده 100% هي حصلت. فحاجات معينه يا جماعه مش بتبقى محتاجه انك تكتب كلمه تدل على الزمن. يعني في حاجات لما اقول لك مثلا نجيب محفوظ lived in Cairo عاش في القاهره. نجيب محفوظ الله يرحمه فاكيد اكيد يعني في الماضي عاش في القاهره دي اكيد في الماضي ما هياش في المضارع. لما نقول مثلا احمد زويل ولد في مدينه كذا منطقيا برضو احمد زويل الله يرحمه. فبالتالي الحاجات اللي منطقيا ان هي حصلت في الماضي ومش محتاجه بطبيعتها انك تكتب كلمه تدل عليها ما تدورش على كلمه. ما تقوليش يعني انا مش شايف يسترداي عشان اختار فعل ماضي. مش هتشوف يا اخي مش هكتب لك بس انت منطقيا كده هتفهم لوحدك مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى بالتالي وجود حاجات معينه انت لوحدك بتفهم انها ماضي مش محتاج ان انا اشرح لك انها ماضي فبتبقى باينه قوي. زي مثلا I was born in Cairo ولدت في القاهره. لسرد احداث قصه وانا لسه قايل لما تلاقي once one day once upon a time دي حاجات حصلت في قصه بحكي لك احداث قصه فاكيد طبعا قصه تبقى في الماضي. مش معقول اقول لك ايه قصه حاجه حصلت في الماضي انا بحكي لك حدوته حصلت معايا واتكلم في ازمنه اخرى غير الماضي. فاكيد طبعا للحديث عن القصص بستخدم الماضي. للتعبير عن حدثين حدثا في وقت واحد دون فاصل زمني. لا تعالى اشرحها لك تاني واحده واحده يا مستر وبعدين نرجع للسبوره. عارف انت لما تكون مثلا تقول لي ايه لما وصلت عند البيت لقيت الباب مقفول. ركز معايا. لما وصلت عند البيت لقيت الباب مقفول. هل حضرتك ما بين وصولك للبيت وانك شفت ان الباب مقفول ولاحظت ووجدت ان الباب مقفول في وقت فاصل زمني يعني حسسك ان في حاجه قديمه وحاجه حديثه ولا الاثنين تقريبا حصلوا في لحظه واحده؟ انا وصلت دلوقتي فلقيت الباب مقفول دلوقتي مش كده؟ مش وصلت وعامل كده وبقول لك ايه ده ايه ده وبعدين شفت بعدين الباب مقفول اكيد لا طبعا. فوجودي قدام الباب هي نفس لحظه معرفتي ان الباب مقفول فمنطقيا الحدثين دول حصلوا دون فاصل زمني مفيش فاصل زمني. فلما تكون بتتكلم عن حاجتين حصلوا دون فاصل زمني استخدم ماضي بسيط ماضي بسيط الاثنين.
فاستخدم مثلا when، يعني عندما، when I arrived، عندما وصلت، I found the door closed، لقيت الباب مقفول. طب وين بس يا مستر؟ لا، خد عندك، اكتب الكلام ده يمشي مع مين؟ مع when و after و as soon as و before، اربع كلمات. كمان مره، when و after و as soon as و before. كمان مره، when و after و as soon as و before. الاربعه دول ينفع، ما بقولكش لازم، ما بقولش لازم، لا، هيجي بعد شويه قواعد يجي بعدهم ماضي بسيط ومستمر وماضي مستمر ومستمر وماضي تام، عارف ده، بس انا بقول لك انه ينفع ان الاربع كلمات دول يجي بعدهم بسيط بسيط اذا كنت انت فاهم من معنى الجمله ان الحدثين حصلوا في وقت واحد. تعال اديك مثال تاني. When I saw the accident، لما شفت الحادثه، I called the ambulance، اتصلت بسياره الاسعاف. اكيد في نفس اللحظه، والا يبقى ما عنديش ضمير يعني، صح؟ ما سيبش الناس بتموت واروح. اكيد شفت الحادثه في نفس اللحظه اللي اتصلت بيها بسياره الاسعاف، يبقى when او as soon as او after I saw the accident I called the ambulance. خد مثال ثالث. When I visited my grandmother، لما زرت جدتي، she seemed ill، بدا عليها المرض. برضو نفس لحظه دخولي على جدتي هي نفس لحظه انه بدا عليها المرض، شايفها عيانه قدامي، فهي نفس اللحظه، مفيش فاصل زمني. فقال لك اذا كان الحدثين حصلوا بدون فاصل زمني في نفس الوقت تقريبا، استخدم ماضي بسيط ماضي بسيط مع when after before و as soon as مع الاربع كلمات دول. من الممكن استخدام ماضي بسيط ماضي بسيط اهو. when I arrived I found the door closed. كويس. كما يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن عادات في الماضي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز احكي لك، اقول لك اسكت، مش وانا صغير كنت متعود اعمل كذا، عادات كنت بعملها زمان دلوقتي ما بعملهاش، ما هياش عادات في الحاضر ولكن هي عادات في الماضي. فلما احب اتكلم عن عادات في الماضي استخدم الفعل الماضي. يعني انا ممكن يا مستر اقول I played tennis، فانت تفهم ان انا كنت زمان متعود. اه، ده احد استخدامات الماضي. يعني الماضي مش بس عشان يكلمك عن حاجة حصلت من شوية وخلصت، لا، ده كمان بيستخدم الماضي علشان يكلمك عن عادات كنت بعملها زمان. طب بس انا ما قلتلكش ان انا كنت متعود وبطلت والحوارات دي. لا لا لا، انت مش محتاج تقول ده، انت لو قلتلي بس I played tennis when I was young خلاص وصلت. انا فهمت ان الكلام ده انت كنت بتعمله زمان ودلوقتي بطلته، انا فهمت ده لمجرد انك قلتلي ايه I played tennis. يبقى يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن عادات حصلت في الماضي، زي المثال اللي احنا اخدناه، المثال الرسمي للحصه او لزمن الماضي البسيط I visited Luxor. طيب ممكن طرق تانية بقى تعبر عن عادات؟ ايوه، في طرق تانية تعبر عن عادات، عايزك تركز معايا فيهم وممكن تكتب معايا واحده واحده. الطريقه الاولى انك تكتب الفعل الماضي على طول، كده انت عبرت عن عاداتك في الماضي، انا كنت زمان بعمل كذا. طيب الطريقه الثانيه انك تقول I used to، used to يعني اعتدت ان، وبيجي بعدها المصدر، يبقى دي تاني طريقه I used to visit، used to زائد المصدر، اعتدت ان افعل كذا، used to زائد المصدر، دي الطريقه الثانيه. المصدر هو الفعل بدون اضافه، I used to visit الاقصر. I was used to، الله، انت ينفع تحط قبل used to was، اسكت، ده مش was بس، اكتب 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 معايا، was و were و got و became، الاربع كلمات دول ينفعوا قبل used to. تاني was were got became. طب لما الاربعه دول يجوا قبل used to بيعملوا ايه في used to؟ بيخلوها نفس المعنى اعتدت ان، عادي جدا، بس بيخلوها يجي بعدها مش المصدر، الفعل ذات ing او اسم. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا I was used to مستر احمد، اعتدت على مستر احمد، اسم اتعودت عليه الراجل ده. I was used to مثلا football matches، اتعودت على مباراة كرة القدم بحب اتفرج عليها. I was to play، I was used to playing، ممكن was used to او were used to او got used to او became used to يجي بعدها اما اسم ينفع او فعل ذات ing ينفع ومعناها اعتدت ان زي used to عادي. يبقى هي used to بس بعدها المصدر، او was او were او got او became used to بعدها الverb plus ing. كويس. الطريقه الرابعه انك تستخدم تعبير اسمه no longer. no longer يعني لم اعد، ما بقتش بعمل الحكايه دي. خلينا اكلمك كده بيني وبينك، ركز معايا، ركز كويس. I no longer play، انا ما بقتش العب خلاص. تاني I no longer play، انا ما بقتش العب خلاص. فهمت ايه؟ فهمت اني دلوقتي ما بلعبش، صح؟ بس كمان فهمت اني كنت زمان بلعب. دي طريقة من طرق التعبير عن العادات I no longer play. خلي بالك انا بحط بعد no longer
بلاي، بلاي في المضارع مش ماضي. ايه ده بجد انت بتكتب بعد نو لونجر فعل مضارع؟ انا بقول لك انا دلوقتي ما بلعب في المضارع، ما بلعبش، بس هتفهم منها اني كنت زمان بلعب. لم اعد العب الان في المضارع ده يعني اني زمان كنت بلعب. يبقى لما يقول لك I no longer وبيجي بعدها فعل ماضي، سوري فعل مضارع، تفهم ان انا كنت متعود في الماضي ان العب. I no longer play, I no longer visit, I no longer eat، بيجي بعدها فعل مضارع ولكن معناها لم اعد افعل هذا. نفس الكلام بالنسبه للخمسه دي اللي هي I don't visit Luxor anymore. anymore او any longer معناها بالبلدي كده زي زمان. عارف انت كلمه زي زمان يقول لك ما بقتش العب زي زمان، انا فيا يا ابني انا دلوقتي فيا صحه عشان العب، انا ما بقتش العب زي زمان. خلاص اهي هي دي بالظبط هتدي لك احساس قوي جدا انه دلوقتي انا ما بلعبش. I don't، عشان كده بستخدم don't و doesn't، بستخدم النفي في المضارع مش في الماضي، لانه بيقول لك دلوقتي ما بلعبش، اوكي، وزعلان على روحه قوي. بس بيقول don't visit او don't play او don't read او don't eat، وكاتب في الاخر كلمه anymore او any longer اللي معناها زي زمان. انا ما بعملش الحكايه دي زي زمان، توصل لك معلومه انه دلوقتي ما بيعملش بس زمان كان بيعمل. انا لم اعد افعل هذا مجددا يعني، اوكي، يعني ما بقتش بعمل الحكايه دي زي زمان زي ما كنت بعملها. كويس. كمان ممكن تستخدم ظرف من ظروف التكرار. استنى يا مستر، ظروف التكرار ايه بس؟ ظروف التكرار اللي هي always و usually و sometimes و often و never، دي الكلمات بتاعت المضارع. اسم الله عليك يا مستر، لا اسم الله عليك انت، متهزرش، الكلمات دي مش بتاعت المضارع. ظروف التكرار يا حبيبي بتستخدم مع الازمنه كلها تقريبا ومشهور بيها قوي، المضارع البسيط والماضي البسيط. بص معايا واحده واحده. ظروف التكرار تيجي مع المضارع علشان تعبر عن عادات في المضارع، يعني مثلا I always play يعني بلعب دلوقتي، متعود العب دلوقتي. فكل ما تحب تتكلم عن عاداتك في المضارع استخدم ظرف من ظروف التكرار في المضارع. انما كمان بتستخدم ظروف التكرار للتعبير عن عادات الماضي. لما احب اقول لك والله انا كنت زمان متعود اعمل كذا، عادي استخدم ظروف تكرار قبل الفعل الماضي علشان تديك معنى اني كنت متعود اعمل كده في الماضي. يعني انا لغايه دلوقتي دي سادس طريقه اعبر بيها عن عاداتي، فعل ماضي مباشره على طول، ده فعل ماضي على طول يعبر عن عادات. used to زاد المصدر، used to اللي قبلها was او were او got او became بس بعدها ing، no longer اللي بعدها فعل مضارع نفي المضارع بس في الاخر في anymore او any longer، او ظرف من ظروف التكرار اللي بعدها فعل ماضي وهذا يعبر عن اني انا كنت متعود اعمل ده وانا صغير. ظرف من ظروف التكرار always و usually sometimes و often whenever. او تستخدم التعبير المباشر قوي it was my habit، دي كانت عاداتي زمان، دي كانت one of my habits او it was my habit to visit Luxor اني ازور Luxor، فاستخدم it was my habit to المصدر، it was my habit to المصدر، it was my habit to المصدر. طيب اما لو انت عايز تتكلم عن عاداتك في المضارع، عاداتك في المضارع عادي ممكن تستخدم بدل was او were تستخدم am او is او are، بعدها used to ويبقى بعدها الفعل زين جي ودي معناها معتاد الان. تاني يعني انا مثلا لما اقول يا مستر ام يوزد تو كذا او هي از يوزد تو كذا او ذي ار يوزد تو كذا، ينفع ينفع بس مش معناها في الماضي ولكن معناها انا متعود دلوقتي، وبرده بيجي بعدها الفيرب ذات اي ان جي، ام يوزد تو بلاينج معتاد على اللعب الان. عندي حاجات تاني في زمن الماضي البسيط هقولها لك حالا. عارف انت كلمه would rather يعني ايه؟ would rather يعني يفضل وياتي بعدها المصدر اهو، would rather يعني يفضل ويجي بعدها المصدر. I'd rather study hard، أفضل أن أذاكر بجد. would rather بيأتي بعدها إيه مش سامع؟ would rather بيأتي بعدها المصدر، would rather بيأتي بعدها المصدر. سبتت؟ كويس. أمال المثال ده I'd rather I studied صح ولا غلط؟ والمثال ده I'd rather I had studied صح ولا غلط؟ هقول لك الحقيقة إنه صح، لان في قاعده بتقول ايه، ان would rather هي واخواتها الاثنين دول I wish و it's time، would rather اللي معناها افضل و I wish او he wishes او she wishes ايا كان يعني whatever مين الفاعل اللي معناها يتمنى و it's time يعني حان الوقت، لو جه بعدهم فاعل فعلا ده هنا مفيش فاعل، ايوه كده هنا مفيش فاعل، لكن لو جه بعدهم فاعل يبقى لازم اللي بعدهم ما يبقاش مصدر، لازم اللي بعدهم يبقى حاجه من اثنين، يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام. لا لا تاني واحده يا مستر، بس واحده واحده كده. تاني would rather لوحدها بطبيعتها بيجي بعدها ايه؟ المصدر الفعل بدون اضافه. كويس. لو جه بعدها فاعل
يعني انت عايز تقول ان هنا ما فيهاش فعل؟ لا لا، I'd rather study على طول. لو في فعل بقى هي او شي او يو او ذي او ايا كان، احمد محمد اي اسم، اوكي. طيب لو في هنا فاعل اعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي ترجع هنا تحط بعدها يا اما فعل في الماضي البسيط يا اما فعل في الماضي التام. طب انا هعرف ازاي ان انا هستخدم ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ اعرفها ازاي دي؟ بص يا سيدي، بتستخدم ماضي بسيط لو الحوار من اوله مضارع. ايه يا مستر بس ازاي؟ يعني لو الحوار مضارع استخدم ماضي؟ الحقيقه اه، عشان كده انا دايما بقول لطلابي ايه؟ اعتبروا ان التلات كلمات دول هم البوابه الزمنيه اللي بينقلوكم على الاقدم. يعني مثلا الجمله مضارع وماشيه زي الفل ومضارع يا عمي مفيش مشكله وبنتكلم في زمن المضارع، وفجاه الاقي نفسي لقيت I'd rather او I wish او it's time، يبقى انا عديت من البوابه الزمنيه شهير وسمير وبهير، تمام؟ ارجع خطوه لورا، اروح على ايه؟ على الماضي. يعني مجرد ما تلاقي I'd rather تعرف انك هترجع خطوه لورا. شوف جملتك كانت مضارع ولا ماضي، لو مضارع ارجع خطوه لورا تبقى ماضي، ولو ماضي ترجع خطوه كمان تبقى ماضي تام. الادم الماضي هو الماضي التام. يعني ايه؟ يعني بص، I'd rather I studied today، اليوم كلام في المضارع ومع ذلك استخدمت الفعل ماضي. ليه؟ لان would rather لما بيجي بعدها فاعل، الفعل اللي بعدها بيبقى في الماضي او الماضي التام. لو الجمله مضارع هيبقى ماضي، لو الجمله ماضي هيبقى ماضي تام، هرجع خطوه لورا. بص اللي بعدها، I'd rather I had studied، ماضي تام، had هو التصريف الثالث، yesterday امبارح. يبقى امتى بستخدم الماضي التام؟ لو الحديث من بدايته كده في الماضي، لو الكلام في الماضي يبقى بستخدم الماضي التام. فعشان كده هنا قلت عشان yesterday قلت had studied، وجود yesterday خلاني قلت هنا had studied، علشان I'd rather و I wish و it's time التلات كلمات دول بعدهم هيجي فاعل، يبقى أكيد يا إما ماضي بسيط يا إما ماضي تام على حسب زمن الجملة، بترجع خطوة لورا. تسمع طبعا عن المجهول، طول عمرنا عارفينه. بص المجهول ده اسهل حاجه في الدنيا. حضرتك في الاختيارات لقيت الجمله بادئه بحاجه مش ممكن تبقى فاعل ابدا، يبقى الجمله دي بتبدا بمفعول، يعني يبقى الجمله دي معموله مجهول او مبنيه المجهول. يعني ايه؟ يعني مثلا اسمع الكلام، مثلا حاتم بيكتب الدرس، اوكي، هنا حاتم هو الفاعل يكتب الدرس، صح كده؟ طيب لو انا هنا الجمله دي معلومه ولا مجهول؟ معلوم. ليه؟ عشان الفاعل معلوم اللي هو حاتم، مكتوب في اول الكلام. كلمة معلوم يعني عندنا في الانجليزي معلوم يعني الفاعل مذكور في بداية الجملة. طب لو انا عايز احول الجملة دي لمجهول، هحذف الفاعل اللي هو حاتم وابدأ بالمفعول به اللي هو الدرس، واقول الدرس بيتكتب، هو ده المجهول بالظبط. هبدأ بمين؟ بالمفعول. فانت لما تلاقي نفسك بادئ الجملة بكلمة فوتبول الكورة، واختياراتك كلها بلاي يعني يلعب، وبلايدو از بلايد از بلاينج وكده كلهم يلعب، هنا الكرة بتلعب؟ لا الكرة بتتلعب. يبقى الكرة فاعل ولا مفعول؟ لا الكرة مفعول. مفعول به في أول الكلام؟ آه، بس مفعول به في أول الكلام يبقى مجهول. مجهول تروح منورة لمبة في دماغك كده تقول لك إيه؟ طالما مجهول يبقى verb to be زائد PP، واحفظ دي زي الأغنية. verb to be زائد PP، تاني verb to be زائد PP، ردد verb to be زائد PP. مين يا مستر verb to be؟ verb to be يا عم فعل يكون، am و is و are، أو was و were، صح؟ أو بي المصدر بتاع فعل يكون، أو بن التصريف التالت بتاع فعل يكون، أو بينج صيغة المستمر بتاعت فعل يكون. هما تمانية على فكرة، أم وإز وآر تلاتة، واز وير أدي كده خمسة، بي وبن وبينج المصدر والمستمر والتصريف التالت، تمن كلمات اسمهم فيرب تو بي فعل يكون. يبقى أنا لما أحب أعمل مجهول يا مستر ولقيت الكلام بادئ بمفعول وتأكدت إنه مجهول، أنا عايز فيرب تو بي زائد بي بي. مين؟ البي بي الباست بارتيسيبل التصريف التالت. يبقى المجهول عموما، أنا بكلمك عموما على فكرة مش بكلمك في قاعدة النهاردة بس، أنا عايزك تعرف القاعدة دي عموما. المجهول عبارة عن مفعول به فيرب تو بي زائد بي بي، فوتبول واز بلايد الكرة لعبت. عايز تكتب في الاخر باي احمد ماشي، مش عايز تكتب باي احمد مفيش مشكله. طيب يبقى المفعول به المجهول في الماضي البسيط اللي احنا بناخده النهارده بقى، المجهول في الماضي شكله عامل ازاي؟ قال لك المجهول في الماضي زي المجهول عموما، زي المجهول في اي حاجه، يبدا بمفعول به في الاول فيرب تو بي زائد بي بي، بس مين فيرب تو بي بتاع الماضي؟ واز اوير. اه صحيح، يبقى كده المجهول في الماضي عباره عن مفعول verb to be اللي هو was aware، والتصريف الثالث الباست بارتيسيبل. The sandwiches السندوتشات were eaten اتاكلت by نيروز، يبقى نيروز اكلت السندوتشات بالهنا والشفاء يا ست نيروز مفيش مشكله، سيب لنا حاجه كده تمام. يبقى the sandwiches السندوتشات
واز اوير طبعا انا بحدد واز اوير على حسب المفعول به اللي جه في اول الكلام، فهم جمع هنا يبقى وير ايتن التصريف الثالث باي نيروز. يبقى كده ده كل شيء ليه علاقه بالماضي البسيط. يلا بقى نروح بسرعه نشرح الماضي المستمر علشان بعدين نشوف هنحل عليهم ازاي. تاني زمن هنتكلم عنه النهارده هو زمن الباست كونتينيوس تنس، زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر زمن سهل قوي، بس في ناس دايما بتسال سؤال يعني محتاج توضيح، هو يا مستر ازاي ماضي وازاي مستمر؟ لا انت كده فاهم غلط. زمن الماضي المستمر هو مش معناه انه حاجة حصلت في الماضي ومستمرة حتى الان، لان ده اسمه المضارع التام وهناخده في بارت 2. انما الماضي المستمر هو زمن بيتكلم عن حاجة حصلت في الماضي واستمرت وقت حدوثها فاخدت فترة طويلة فسموه زمن الماضي المستمر. يبقى زمن الماضي المستمر حدث تم وانتهى في الماضي ولكنه استمر شوية في وقت ما حصل، فعشان كده سموه الماضي المستمر. شكله ايه او تكوينه ايه؟ هو طبعا زي ما قلنا يعبر عن حدث استمر لفترة في الماضي، وهو تكوينه عبارة عن was aware that the verb that ing. تاني بنستخدم was اللي هو بتيجي مع المفرد او I، و aware اللي بتيجي مع جمع والفعل that ing. مثال مثلا I was reading a book، كنت اقرأ كتاب. ولو عايز انفي النفي بتاع الماضي المستمر بتستخدم wasn't او weren't زائد الفعل زي ing. يبقى النفي بتاع الماضي المستمر زي وزي اي حاجه في الدنيا، حضرتك بتجيب not تحطها بعد الفعل المساعد اللي هو was aware، بقت الجمله جمله منفيه. فيبقى نفي الماضي المستمر عباره عن wasn't او weren't زائد الفعل زي ing. I wasn't reading a book. خد بالك ان كل الكلام ده يعتبر revision انت واخده من زمان قوي، من يمكن ابتدائي كمان واعدادي، فبالتالي الكلام بالنسبه لك سهل. عندك بقى لو انت عايز تسأل في زمن الماضي المستمر بتستخدم was aware، اما بتحط was aware دول في اول الكلام بيبقى معناهم هل، زي مثلا were they playing هل كانوا بيلعبوا، او بتستخدم was aware بعد اداة الاستفهام فيبقى السؤال زي كده what was او what were they playing ماذا كانوا يلعبوا، يا اما بتحط was aware في اول الكلام فيبقى معناها هل، بس خد بالك ان في ing، يا اما بتستخدم اداة الاستفهام في الاول وبعدين was aware ثم الفاعل والفعل زي ing، وده يبقى السؤال. ولاننا شرحنا من شويه في زمن الماضي البسيط المبني المجهول، وقلنا ساعتها ان المبني المجهول عباره عن مفعول به في الاول verb to be زائد pp، فلازم نشرح كمان المجهول في الماضي المستمر. المجهول في الماضي المستمر بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن مفعول به في الاول، انا عايز verb to be زائد pp يا مستر عشان انت متفق معايا على كده. هو المجهول عباره عن مفعول به verb to be اللي هو فعل يكون زائد التصريف الثالث للفعل. بس verb to be هنا مش was aware، was aware ده اللي كانوا موجودين اصلا في زمن الماضي المستمر، هم جزء من الزمن. طب انت خليتهم موجودين معاك في المجهول ليه؟ يا سيدي حفاظا على هويه الزمن. مش انا لازم اللي يقرا الجمله بتاعتي حتى في المجهول يقول بس دي كانت ماضي مستمر؟ هيعرف ازاي انها كانت ماضي مستمر لما يلاقي فيه was aware. طب والverb to be هتجيب لهم مين ينفع معاهم؟ being. انت ناسي ان انا قلت لك ان verb to be في كلمه اسمها الصيغه المستمره بتاع verb to be هي كلمه being، يبقى was a were being والتصريف الثالث. يبقى المجهول في الماضي المستمر عباره عن مفعول به في الاول، was a were being والتصريف الثالث، زي مثلا اباك الكتاب، was being written كان بيتكتب، كتاب كان بيتكتب. كمان عندنا من الكلمات اللي دايما بتيجي مع الماضي المستمر كلمه while يعني بينما، as يعني بينما، just as يعني بينما، when يعني عندما. وبص يا سيدي ركز معايا، انا عارف ان الثلاثه دول معناهم بينما، انما خد معاهم when اللي معناها عندما من باب اخوك الصغير وخده معاك شرط فيك، يعني هتسيبه يعيط؟ اهي وين بتعمل كده؟ وين تقريبا موجوده معايا في كل قواعد اللغه، بس انا بعتبرها اخويا الصغير اللي واخدها في ايدي، يعني انا واخد مثلا رايح اعمل قاعده مع زمن الماضي البسيط هاخد وين. عندي قاعده في زمن الماضي المستمر وين معايا، عندي قاعده في زمن الماضي التام وين معايا. فعموما وايل واز وجاست از اللي الثلاثه معناهم بينما، عارف انت لما يبقوا ثلاثه قد بعض اخوات طالعين مع بعض ويشبط فيهم اخوهم الصغير اللي هو فرق بينه وبينهم 50 سنه، اهو نفس الفكره. وايل واز وجاست از الثلاثه معناهم بينما، وين معناها عندما، انما معاهم في القاعده. مالهم دول؟ دول بيجي بعدهم ماضي مستمر ثم ماضي بسيط. ليه يا مستر؟ عند الحديث اكتب بقى الجملة دي بالعربي عندك، اكتبها. عند الحديث عن حاجة كانت مستمرة وفجأة يحصل حاجة تانية تقطعه. تاني، حدث كان مستمر وفجأة جاء حدث آخر فقاطعه. واحدة واحدة كده، يعني ايه؟ يعني انا مثلا while I was running وانا بجري
I fell، وقعت. هنا كان في حدث مستمر، ماضي مستمر، وفجأة في حاجة وقفت هذا الاستمرار. While I was watching TV، وأنا بشاهد التلفزيون، the light went out، النور طفى، قطع الحدث. مثلا while I was reading a book، وأنا أقرأ الكتاب، I fell asleep، نمت. معاكم صح؟ بيحصل كتير ده. تمام. While I was eating my friend called me، وأنا باكل صاحبي أو صاحبتي اتصلت بي. تمام. يبقى في حدث كان مستمر وفجأة حدث آخر يقطعه. يبقى ياريت نيجي تحت القاعدة دي ونكتب، احنا بنكتب كل كلمة بنقولها في الكشكول بتاعنا، علشان ده الكشكول اللي هتذاكر منه وهتراجع منه طول السنة، فاهم؟ فيبقى هنا بتكتب جنب القاعدة دي أو تحتها، عند الحديث عن حدث كان مستمرا في الماضي وفجأة جاء حدث آخر فقطعه، بنستخدم ماضي مستمر ثم ماضي بسيط. يعني مثلا while I was playing، وأنا بلعب، I fell. طب يا مستر، مش ممكن أجيب الماضي البسيط ده في الأول وأقول أنا وقعت بينما أنا بجري أو بينما أنا بلعب؟ أيوة سيدي طبعا، هي هي. اللي يهمني في الموضوع إن while و as و just as و when بيجي بعدهم ماضي مستمر. البسيط يا في الاخر خالص يا في الاول خالص، ما عنديش مشكلة. وممكن تبقى while، ممكن تبقى as، ممكن تبقى just as. علشان كده كتبت لك احمد arrived، احمد وصل، as I was eating، غيرت while خليتها as عشان تبقى فاهم كويس. ثانيا جبت الماضي البسيط في الاول، نقلت الماضي البسيط في اول الكلام، قلت احمد وصل بينما انا باكل while I was eating. طب ينفع يا مستر يبقى while و as و just as و when نفس الاربع كلمات بعدهم ماضي مستمر ثم ماضي مستمر تاني؟ اذا كان الحدثين كانوا مستمرين مع بعض دون ان يقطع احدهم الاخر، ما حصلش ان في حاجة عطلت حاجة. يعني while I was playing، وانا بلعب، my father was reading a book، كان بيقرأ كتاب، لا انا عطلته عن القراءة ولا هو عطلني عن اللعب. while I was studying، my mother was cooking، حدثين مستمرين مع بعض في نفس الوقت، فبالتالي مفيش حدث يقطع الاخر والاتنين ماشيين مع بعض بالتوازي، فبالتالي تستخدم ماضي مستمر وماضي مستمر. بس تعالى مستر، هو انا هعرف منين انه كانوا مستمرين مع بعض او قطعوا بعضهم في الاختيارات؟ يا سيدي عيب عليك. لما يبقى بيقول لك مثلا while I was running فصلة I، ويديلك اختيارات fell وقعت ولا was falling، اكيد وقعت قطعت الحدث المستمر fell، مش كنت بقع وانا بجري، يعني اللي هو مع بعض الاثنين في لحظه واحده، ازاي؟ مش متخيل المنظر اصلا. طيب تعالى ناخد مثال تاني. لما اقول لك while I was watching TV، وانا بتفرج على التلفزيون، the light not، النور ايه؟ went out ولا was going out، كان بيطفي ومستمر في الطفيان وانا بتفرج ولا طفى فجاه؟ قطعه، يبقى ماضي بسيط. طب خد المثال ده، while I was eating، وانا باكل، I not، I was watching TV ولا I watched TV، هل مشاهدتي للتلفزيون قطعت الاكل اللي انا باكله ولا الاثنين عادي كنت باكل وبتفرج على التلفزيون؟ رد يا عم، الاثنين مستمرين. يبقى اذا كانوا الاثنين مستمرين مع بعض ومفيش حاجه بتقطع حاجه، انت هتفهم، هتلاقي ان انت اسال نفسك السؤال ده منطقيا، قول لنفسك ها ينفع هنا قطعه ولا الاثنين كانوا مستمرين ومفيش حاجه هتعطل حاجه؟ لو انت جالك احساس انه قطعه يبقى ماضي بسيط، لو انت جالك احساس انه لا 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 ده الاثنين كانوا مستمرين مع بعض في نفس الوقت يبقى ماضي مستمر، ماضي مستمر. فعشان كده ينفع بعد وايل واز وجاست از وين يجي ماضي مستمر ثم ماضي مستمر كمان مره. طب بص معايا على المثال، وايل اي واز reading، وبينما انا اقرا، my father was reading، برضو ده انا ما خدتش بالي وانا بكتب المثال، لا امسح انا دي واغيرها، my father was eating مثلا. تمام اهو، خلينا eating افضل عشان ما يبقوش نفس الفعل، يعني احنا الاثنين على فكره مش غلط، يعني يبقوا الاثنين يقراوا مع بعض، بس يعني الافضل كده. طيب في حاله عدم وجود فاعل بعد while، لما يبقى عندي while في اول الكلام ومفيش فاعل بعدها، اعمل ايه؟ قال لك تستخدم الفعل زي الاي ان جي على طول. استنى مستر، مش انت بتقول وايل بيجي بعدها ماضي مستمر اللي هو واز اوير زي الفاز ان جي؟ فين هنا واز اوير؟ ما عنديش فاعل يبقى ما عنديش واز اوير. تاني، ما عنديش فاعل يبقى ما عنديش واز اوير، تحط فعل زي ان جي على طول. وايل ريدنج، وايل ايتنج، وايل ستادينج، اي فيل اسليب، نمت. يبقى هنا القاعده بتقول ايه؟ وايل بيجي بعدها ماضي مستمر، وايل واز وجاست از بيجي بعدهم ماضي مستمر اللي هو فاعل ثم واز اوير والفعل زي ان جي. انما في حاله عدم وجود فاعل تحط الفعل زي ان جي على طول. وايل ريدنج اي فيل اسليب، وانا اقرا نمت.
اما كلمه ديورينج اللي معناها اثناء، ديورينج اللي معناها اثناء، ديورينج دي يا جماعه وهي وايل اون او وايل ان، وايل وبعدها حرف جر، وايل بس لوحدها حاجه وايل بعدها حرف جر ده حاجه ثانيه خالص، دي معناها اثناء زي ديورينج. دول بيجي بعدهم اسم. تقول لي يا مستر ما هو الاسم زيه زي الفعل زي جي، مش في حاجه مستر كنا بناخدها واحنا صغيرين اسمها جيرند؟ جيرند يعني اسم الفعل اللي هو الفعل محطوط له اي ان جي، يعني ريد يقرا ده فعل، حط له ان جي ريدنج القراءه، ايت ياكل ايتنج الاكل، ستادي يذاكر ستادينج المذاكره، تحول الى اسم اهو صح كده. انت عايز تقول لي انت بعد ديورينج هتحط اسم او فعل زي ان جي، دايما بنسمع كده يقول لك ايه اسم او فعل زي ان جي، مش كده دايما بنسمعها اسم او فعل زي ان جي؟ اقول لك انت بتسمعها كتير بس في الحاله دي تحديدا لا لا. يعني ايه؟ يعني عايز ديورينج بعدها اسم فعلا، اسم حقيقي، اسم مولود، اسم مش كان فعل وانا عملت له عمليه وخليته اسم وحطيت له ان جي، لا انا عايز اسم 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 ابن اسم مولود اسم مكتوب في شهاده ميلاده اسم. انا عايز ديورينج ذا ماتش اثناء المباراه، ديورينج لانش اثناء الغداء، ديورينج بريك اثناء الفسحه، ديورينج اسم، ديورينج بعدها اسم مش فعل زي ان جي. وايل من غير فاعل يجي بعدها ان جي، لكن ديورينج لا. يبقى ديورينج وايل اون وايل ان الثلاثه دول بيجي بعدهم اسم. اسمع المثال ده مثلا، ديورينج ذا ماتش اثناء المباراه افشى سكورد ا جول، احرز هدف، احرز افشى هدف وسموه القاضيه ممكن. المهم ما علينا يعني عشان بس ايه، المهم يعني ديورينج بعدها اسم هنا اللي هي ذا ماتش، وبعدين كملت الجمله بقى براحتك، عايز تكتب ماضي بسيط اكتب، عايز تكتب ماضي مستمر اكتب. يعني مثلا ممكن اقول ايه، ديورينج ذا ماتش صلاح واز بلاينج ويل، صلاح كان بيلعب كويس، او ديورينج ذا ماتش صلاح سكورد جول او افشا سكورد جول جول. وفي الحاله دي يبقى انت براحتك النص الثاني من الجمله عايز تخليه ماضي بسيط ماشي، عايز تخليه ماضي مستمر ماشي، لان ديورينج هنا زيها زي وايل. ما هي وايل ممكن يجي بعدها ماضي مستمر ثم ماضي بسيط، النص الثاني بسيط، او ماضي مستمر ثم ماضي مستمر، يعني النص الثاني مستمر. فبالتالي انت براحتك النص الثاني بسيط او النص الثاني مستمر براحتك زيها زي ديورينج برضو مفيش مشكله. كلمه اون بتيجي اول الكلام بمعنى عندما، ايه بجد؟ اون يعني عندما بتساوي وين تقريبا، بس بيجي بعدها الفعل زي جي. اون arriving يعني عند وصولي، يعني عندما وصلت، وبيجي بعدها عادي الجمله في الماضي البسيط. اون arriving اي مات علي، طب ما ينفعش النص الثاني ماضي مستمر؟ عادي قول اون arriving احمد واز بلينج. يعني دايما النص الثاني انت عندك الحريه، يعني ديورينج بعدها اسم النص الثاني انت عندك الحريه، وايل بعدها الفعل زي جي النص الثاني انت عندك الحريه، وايل بعدها ماضي مستمر النص الثاني انت حر براحتك، اون اول الكلام بعدها اي ان جي النص الثاني براحتك. اون بلاينج واحنا بنلعب اي فيل، او اون بلاينج احمد واز بلاينج ويل، الاثنين صح كلاهما صحيح. طيب اون والفعل زي جي لما تيجي اون اول الكلام، اون arriving عند وصولي، اي مات علي قابلت علي. حاجة مهمة قوي بقى ركز في الملحوظة دي مهمة جدا، بتقول ايه؟ عند ذكر موعد اخر مع كلمة من كلمات الماضي نستخدم ماضي مستمر. يعني ايه؟ حضرتك عارف كلمات الماضي صح؟ yesterday يعني امس، ولاست يعني السابق او الماضي، وهكذا. شفت انت yesterday فهتختار ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني اي دي. طب شفت yesterday ومعاها yesterday morning بس موعد تاني، او yesterday evening، او yesterday afternoon، او yesterday at 7 o'clock، او yesterday from 7 to 9، اي yesterday معاها اي موعد تاني، او last، last ومعاها موعد اخر. قال لك في حالة وجود yesterday ومعاها موعد تاني، او last ومعاها موعد تاني، بتستخدم زمن الماضي المستمر مش الماضي البسيط. يعني يا مستر لما الاقي yesterday لوحدها ماضي بسيط، لما الاقي yesterday ومعاها موعد تاني وماضي مستمر اللي هو was a word and verb ing اهو. عند ذكر موعد اخر مع كلمه من كلمات الماضي البسيط بنستخدم ماضي مستمر. عندك كمان كلمتين تاني خد بالك منهم بيجوا مع الماضي المستمر، throughout last year مثلا، throughout last month، throughout last week، يعني خلال السنة اللي فاتت كلها، خلال الأسبوع اللي فاتت كله، خلال الشهر اللي فات كله، throughout last كذا، أو all last كذا، all يعني كل الشهر اللي فات، all last week، all last month، all last year. لما تشوف all last كذا أو throughout last كذا اعرف إن في هنا ماضي مستمر. بقى لنا حاجة واحدة بس، إيه هي الأفعال التي لا تأتي مستمر أبدا؟ ثانية واحدة وهتكون معاك على الصبورة دلوقتي.
كنا بنقول ان في شوية افعال مش ممكن تيجي مستمر. خد بالك مش ماضي مستمر بس، لا، ماضي مستمر ومضارع مستمر وماضي تام مستمر ومضارع تام مستمر ومستقبل مستمر. الافعال اللي جاية دي هتنفعك في كل الأزمنة. دي ما بتجيش مستمر في اي حاجة خالص، ما بتجيش مستمر. واشهرها خمس مجموعات: الحواس والمشاعر والادراك وملكية ويكون. تاني، خمس مجموعات: الحواس والمشاعر والادراك وملكية ويكون. انما في تاني، بص مثلا كده، فعل يكون. فعل يكون انا عارف ان بعده وايل، المفروض ان بعده وايل ماضي مستمر، ده المفروض، المنطق بيقول كده. انما انا عندي هنا وايل اي واز ات هوم، وبينما انا كنت في البيت. طب ايه بقى، فين واز بينج مثلا؟ لا، فعل يكون ما يجيش مستمر، هقول وايل اي واز ات هوم بس. ليه؟ لان بعده وايل المفروض ماضي مستمر، ولكن فعل يكون لا ياتي مستمر، فاقول اي واز ات هوم. هتقول لي بس انت من شويه قلت بينج في المجهول، اقول لك ده كان مساعد مش اساسي في المبني مجهول، كنت بحط واز بينج. انما في فعل تاني واز بينج ستادد، واز بينج ايتن، في فعل كمان. انما لو هو اساسي انا كنت في البيت ما يجيش مستمر. وايل اي واز ات هوم اي مات ماي انكل. الحواس، كل الحواس ما بتجيش مستمره. يعني مثلا شي سيمد، سيم يعني يبدو، ده واحده من الحواس. انت عارف الحواس سي و سي يعني يرى، وسمال يعني شم، وهير يعني يسمع، وتيست يتذوق، وفيل يعني يشعر، وتاتش يعني يلمس، وسيم يعني يبدو، ولوك يعني يبدو، كل الحاجات دي. فسيم واحده منهم، شي سيمد، بدا عليها ال انها عيانه. وين اي فيزيتد هير، عندما زرتها. المفروض ان هي نايمه عيانه قدامي مستمر، لك لا لا لا، ماضي بسيط. ليه؟ لانه ما ينفعش واحد من افعال الحواس يجي مستمر. افعال الادراك والتفكير كلها ما تجيش مستمر. يعني ابقى ماشي في الشارع كده مثلا، وواحد يعدي جنبي، فانا اقول له والله انت حبيبي، فتساله انت سؤال، تقول له هو مستر حاتم بيمدحك ولا بيذم فيك، بيشتمك؟ يقول لك استنى، ما انا بفهم اهو. ايه؟ انا بفهم اهو. هو في حاجه اسمها كده؟ هو الفهم. يعني انا لما بقول له انت حبيبي، محتاج ان هو محتاج وقت. الادراك يا جماعه مش محتاج انه يبقى مستمر، ده في ثانيه. زي لما اقول لك مثلا خد حته الجاتوه دي وشوفها لي، طعمها محلي في بقك ولا مالح؟ تقول لي استنى ما انا بدوق اهو، وادي لك حته كمان تقول لي بدوق او لا. انت عايز تخلص حته الجاتوه كلها بقى، انت بتهزر. يبقى الحواس ما فيهاش الكلام ده، والادراك ما فيهوش استمرار، هي في ثانيه وبيحصل. يبقى مين يقصد؟ او يعني ثينك يعتقد، بيليف يعتقد، نو يعرف، ايماجين يتخيل، ريلايز يعني يدرك، داوت البي سايلنت، داوت يعني شك، سسبكت يعني شك، اندرستاند يعني يفهم، ريكوجنايز يتعرف، ريممبر يتذكر، فورجيت ينسى، جيس يعني يخمن، وكنسيدر يعني يعتبر. كل الافعال دي ما بتجيش مستمر. كويس، مين تاني؟ عندك افعال التواصل زي اجري وديس اجري، يوافق ويرفض، ادميت يعني يعترف، ديناي يعني ينكر، بروميس يعني يعد، سربرايز يعني يدهش. كل افعال التواصل لا تاتي مستمره. افعال المشاعر، افعال المشاعر ما بتجيش مستمره خالص، زي لايك يعني يحب، ولاف يعني يحب، وانت يعني يريد، هيت يعني يكره، ديسلايك يعني لا يحب، نيد يعني يحتاج، وبريفر يعني يفضل. كل دي ما بتجيش مستمره. افعال الملكيه، اون يعني يمتلك، وهاف يعني يملك، وبيلونج تو يعني يخص، برده ما بتجيش مستمره. شويه افعال ثانيه زي cost يعني يكلف، include يشمل، intend ينوي، owe to يعني مدين ليه او مديون ليه، involve يتضمن، وremain يعني يبقى. كل دي افعال لا تاتي مستمره خالص، حتى ولو بعد وايل. اللي حضرتك عارف ان بعد وايل الماضي مستمر، برضه لا، حتى ولو بعد وايل هي مش هتيجي مستمره. طب بص على الجمله دي، يوسف ناجي was seeing the dentist at 10 yesterday. استنى يا مستر، سي ده واحد من افعال الحواس، ازاي تستخدم سي وهو واحد من افعال الحواس مع ماضي مستمر؟ هقول لك هنا بقى لازم تركز كويس. سي هنا مش معناها يرى، سي ا دكتور يعني يزور الطبيب. يبقى لما تبقى سي بمعنى يرى ده موضوع، ويزور الطبيب ده موضوع تاني. انا فهمت حاجه كده. يبقى الافعال دي احيانا بيبقى ليها معاني تانيه غير معانيها الأصلية، فإذا حصل وجيب المعنى الآخر خلاص يجي مستمر. فبالتالي هنا عادي كان بيزور الدكتور الساعة 10 يسترداي. وخد بالك أنا قلت لك لما تجي لك كلمة من كلمات الماضي زي يسترداي ومعاها موعد آخر، التيري كلوك، هنا ده ماضي مستمر، لأنه مش يسترداي بس، لا ده يسترداي التيري كلوك. طيب
بص على الجمله اللي بعدها. I was having dinner. انا كنت باكل العشاء، بتناول العشاء. When you called، لما انت اتصلت. الله يا مستر هاف ده فعل من افعال يملك الملكيه، لا ياتي مستمر. يا سيدي العزيز هنا مش معناه انا كنت بملك العشاء، هنا معناه انا كنت بتناول العشاء. فبالتالي هنا ما هواش يملك، وجاي بمعنى اخر هاف يعني يتناول، ولو جه بمعنى يقضي مثلا I have a good time هنا برضو ما بيجيش مستمر، فيجي مستمر عادي. فبالتالي اذا جه الفعل بمعنى اخر غير الافعال اللي قدامكم دي، او بمعنى لحظي يعني يقول لك حصل الموضوع ده للحظات كده وخلاص كده، الموضوع ممكن يعتبر مستمر. فبالتالي I was having dinner، انا كنت بتناول عشاء. when you called، لما انت اتصلت. وبكده حبايبي احنا خلصنا قاعدة زمن الماضي المستمر، وخلصنا قاعدة part 1 من unit 1 read all about it. وصلنا للقاعدة بتاعتنا وهي قاعدة الـ Present Perfect Tense، زمن المضارع التام. تعال نشوف ايه اللي موجود في زمن المضارع التام وازاي نعرف نتعامل معاه في الأسئلة، وكل نقطة لوحدها نتعامل معها ازاي، وكل كلمة تدل على الزمن نتعامل معها ازاي. بس قبل ما أقول لك كل الحاجات دي لازم تعرف يعني ايه اصلا زمن مضارع تام. بص يا سيدي، زمن المضارع التام بستخدمه لما أكون بتكلم عن حاجة حصلت في الماضي وسابت أثر في الحاضر. تاني كده، حاجة حصلت في الماضي وسابت أثر في الحاضر. يعني إيه يا مستر؟ يعني ببساطة كده لو بقولك مثلا أنا تليفوني اتكسر امبارح مش عارف أكلمك، الأثر باقي. أنا رجلي اتجعزت امبارح أو اتكسرت امبارح مش عارف ألعب. أنا موبايلي أو أنا عربيتي عطلت امبارح مش عارف أروح. حاجة حصلت في الماضي ومأثر عليا. بس خد بالك مش هيقول لك حصلت امتى، يعني مش هيقول لك امبارح، دي مش هيذكر الموعد، لانه زمن المضارع التام بيشترط اني ما اقولش الكلام ده حصل امتى. لو قلت هيبقى ماضي بسيط مش مضارع تام. فبالتالي يقول لك عربيتي عطلت مش عارف اروح، موبايلي اتكسر مش عارف اكلمك، رجلي اتكسرت مش عارف العب، من غير ما يقول لك المكان الموضوع ده حصل امتى او موعده امتى. بس المهم انه حاجه حصلت في الماضي وتركت اثر، او حاجة حصلت في الماضي وانتهت منذ لحظات. يعني ايه يا مستر؟ يعني بقول لك مثلا يا ده انت لو مديت شوية كنت لحقتني وانا بحل الواجب ده. I have just finished، ده انا يا دوب مخلص. زمن مضارع التام يعبر عن هذا الحدث اللي هو حاجة حصلت وانتهت منذ لحظات. التالتة بتاعتهم حاجة حصلت وبدأت في الماضي بس مستمرة معانا لحد دلوقتي. انا بدأت ادرس انجليزي من 10 سنين ومكمل، ما زلت بدرس انجليزي، يبقى ده اسمه زمن المضارع التام. عشان كده دايما بقول للطلاب بتوعي ان زمن المضارع التام هو الزمن اللي بيربط ما بين حاجة حصلت في الماضي وملمسة مع الحاضر بشكل او باخر. يعني حاجة حصلت في الماضي وانتهت منذ لحظات، في حاجة كده في الحاضر، او حاجة حصلت في الماضي ومستمرة حتى الان بدرس انجليزي ومكمل، او حاجة حصلت في الماضي وخلصت بس سابت اثر عليا. فعلشان كده استخدام المضارع التام يستخدم ليعبر عن حدث بدأ في الماضي وانتهى منذ لحظات، او حدث بدأ في الماضي وانتهى ولكن اثره باقي، او حدث بدأ في الماضي ومستمر حتى الآن. زمن المضارع التام اللي بيتكون من have أو has، وطبعا have بتيجي مع الجمع أو I، وhas بتيجي مع المفرد زائد ال past participle التصريف الثالث للفعل. مثال I have studied English، أنا ذكرت إنجليزي. حضرتك لما بتسمع المثال ده I have studied English ممكن يرد لذهنك حاجة من ثلاثة. اما ان الاستاذ ده بيقول انه بدا يذاكر انجليزي وما زال، لانه ده زمن مضارع تام يعبر عن حاجه بدات ومستمره، او انه بيقول انه بدا يذاكر انجليزي وخلص منذ لحظات لسه يا دوب مخلص، او انه بدا يذاكر انجليزي وخلص بس الاثر باقي، يعرف يحل الامتحان، قادر يحل الامتحان عشان هو مذاكر انجليزي. فبالتالي زمن المضارع التام يعبر عن حاجه حصلت في الماضي وانتهت منذ لحظات، او حاجه حصلت في الماضي وخلصت بس اثرت عليا النهارده، او حاجه حصلت في الماضي ولكن مستمره حتى الان. مثال تاني، she has played football، هي لعبت كره القدم. لو عايز انفي للنفي بستخدم haven't او hasn't زائد التصريف الثالث او الباست participle. نفس المثال، بدل ما هي have هتبقى haven't، I haven't studied English. ولو عايز اعمل سؤال في زمن المضارع التام كل اللي عليا ان انا بستخدم have او has، اما في اول الكلام بمعنى هل زي هنا
Have you read the book? هل قرأت الكتاب؟ التصريف الثالث من read. Read, read, read. النطق مختلف إنما السبيلينج واحد. Have you read the book? أو have you read the book? أو بعد أداة الاستفهام برضو أضع have أو has زي when have you read the book؟ إمتى قرأت الكتاب؟ عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، الفرق ما بين have been to و have gone to. have أو has بالمناسبة ما هيش have بس، have أو has been to و have أو has gone to يعني ذهب إلى، واحدة منهم وعاد والتانية وما زال هناك. أولا في واحدة تالتة بس أنا مش هتكلم عنها دلوقتي. الاثنين دول have been to و have gone to لو انت من الناس اللي اخدوهم السنين اللي فاتت بس بيتلخبطوا فيهم خليك معايا، لان اللي هقوله لك دلوقتي هيثبتها معاك جدا. بص يا سيدي، هي been دي التصريف الثالث من ايه؟ من فعل يكون. برافو عليك. فعل يكون اللي هو am و is و are في المضارع و was و were في الماضي والمصدر بتاعه be والتصريف الثالث بتاعه been. فلما اقول لك مثلا انه احمد have سوري احمد has been to Paris معناها ان احمد كان، لو هترجمها بالعربي كان في باريس، لان been ده التصريف الثالث من يكون. معنى كده ان احمد راح ورجع لانه كان في باريس، خلاص راح ورجع. لكن لما اقول لك احمد has gone، وgone ده التصريف الثالث من go يعني يذهب، احمد has gone to Paris، احمد ذهب لباريس، ده معناه انه احمد راح. عندك ما يدل انه رجع؟ لا. يبقى has او have gone to معناها ذهب الى مكان ولسه هناك. فبالتالي لما حضرتك تستخدم have been to معناها ذهب لمكان وعاد، اما have او has gone to معناها ذهب الى مكان وما زال هناك. التالتة بتاعتهم بقى have been in او have been at، موجود حاليا في المكان ده. لما استخدم have been in و have been at خد بالك دايما، لاحظ انا شايف كده، لاحظ انها تأتي دايما مع since و for. يعني لو شفت في الجملة since او for يبقى احنا عايزين نقول ان فلان ده موجود في المكان ده لمدة كذا، بقاله كذا موجود في الحتة دي. يبقى لما تلاقي since او for اختار have been in او have been at مش to ولا gone to. طيب بص على مثال، she has been in Paris، هي موجودة في باريس since 2002 منذ عام 2002. يبقى خلاص وانا مغمض مش هينفع have been to ولا have gone to، هستخدم have been in. have been in او have been at يعني اللي موجود في المكان ده. ليه؟ ايه اللي خلاك عملت كده؟ لوجود since اخترت have been in. طيب بص على المثال ده لان انا هحله انا وانت دلوقتي مع بعض. Your mother مامتك has not the market، راحت السوق. مش عارفين مين فيهم، مش عارفين have has been to ولا has gone to ولا has been in، لسه هنعرف. عفوا، راحت السوق. Please من فضلك take the shopping bags، خد الحقائب بتاعت التسوق، خد الشنط اللي هي جابتها دي، to the kitchen، دخلها المطبخ. هي راحت ورجعت ولا راحت ولسه هناك ولا راحت وموجودة ومقيمة في المكان وقاعدة وكده؟ ده بيقول لك خد الشنط دخلها المطبخ. يا عم دي راحت ورجعت بدليل ان في شنط جابتها معاها، بالتالي ذهبت وعادت. يبقى نستخدم have been to الاختيار الاول، has او have been to هي دي الاجابة الصحيحة. اخترت ده علشان انا فهمت ان من الجملة دي معناها انها راحت السوق ورجعت، وبيقول لك من فضلك خد الشنط دخلها جوه. الجملة دي جت في امتحان ثانوية عامة قبل كده. طيب المبني المجهول في المضارع التام، هو مستر انت شرحت لنا المبني المجهول قبل كده، اه، وقلت لك ساعتها في المبني المجهول ان المبني المجهول يتكون من verb to be زائد pp. المبني المجهول يتكون من verb to be اللي هو فعل يكون زائد pp اللي هو التصريف الثالث للفعل. لازم ابدا بالمفعول به في الاول. اقول مثلا الدرس اتكتب، فاستخدم the lesson في البدايه المفعول به، وبناء على ان المفعول في اول الكلام فبستخدم have او has في الاول. طبعا لازم احط المفعول وبعدين have او has. ليه هستخدم have او has في المجهول؟ لانه مش معنى انها مجهول يبقى ما هياش مضارع تام. هي ما زالت مضارع تام على فكره، بس انا هخليها مجهول، فعشان تفضل محافظه على هويتها ان هي مضارع تام بستخدم have او has. اوكي، عشان تفضل مضارع تام. وبعدين بستخدم verb to be اللي هو been والتصريف الثالث. يبقى مثلا the lesson has been written، الدرس اتكتب، الدرس اتكتب. يبقى لما الاقي الجمله بدأ بالمفعول به
وعندي اختيارات في زمن المضارع التام هاف او هاز والتصريف الثالث وكده، يبقى حضرتك تفكر تقول ده مفعول به الدرس، اكيد الدرس ما بيكتبش، ده الدرس بيتكتب، يبقى ده مفعول به، وطالما مفعول به يبقى انا عايز هاف او هاز بن والتصريف الثالث. خد بالك ان دايما سو وبيكاز بييجوا مع زمن المضارع التام، بس القاعده بتاعتهم بتبقى عامله ازاي؟ بص معايا، بيكاز يعني لان، صح؟ لما تلاقي قبل بيكاز مضارع بسيط، مضارع بسيط، تحط بعدها مضارع تام. طب السبب في كده ايه؟ اسمع، I can't walk، مش عارف امشي، مضارع بسيط. بيكاز لان، اكيد السبب هنا هو حاجة حصلت وسايبة اثر، صح؟ مضارع تام اللي هو انا مش قادر امشي دلوقتي لانه رجلي وجعاني، رجلي اتكسرت. فيبقى لما تلاقي بيكاز قبلها مضارع يبقى الموضوع مأثر عليا دلوقتي، يبقى دي حاجه حصلت واثرت عليا، يبقى انا عايز بعدها مضارع تام. لما تلاقي بيكاز قبلها مضارع يبقى اكيد 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 بعدها مضارع تام هاف او هاز والتصريف الثالث. I can't walk because I have broken my leg، لاني كسرت رجلي. العكس تماما في سو، يعني لذلك يقول لك I have broken my leg، أنا كسرت رجلي، so I can't walk. دايما so because عكس بعض. ده كده الزمن، زمن المضارع التام قبل ما نتكلم عن الكلمات الدالة عليه. طب يا مستر قول لنا بقى إيه الكلمات الدالة على المضارع التام؟ بص يا سيدي، just يعني توا أو حالا، already يعني بالفعل، yet يعني بعد أو حتى الآن، ever يعني من قبل، never يعني ابدا، recently ولately اللي معناها مؤخرا او حديثا، وشويه كلمات تانية زي so far حتى الان، up till now حتى الان، up to now حتى الان، until now حتى الان، over time بمرور الوقت، how long. كلمه how long لما تيجي في السؤال بتبقى مضارع تام، طالما شفت هاو لونج يبقى اكيد في مضارع تام، غير هاو لونج اجو دي ماضي بسيط، ناخد بالنا من الحكايه دي. اوفر ذا ييرز بمرور السنين او على مر السنين، ثرو اوت ذا ايجز او اوفر ذا ايجز على مر العصور، ان ذا لاست وبعدين اي حاجه، ان ذا لاست يير في خلال السنه الماضيه، ان ذا لاست مانث في خلال السنه الشهر اللي فات. هتقول لي يا مستر لاست كلمه تدل على المضارع الماضي البسيط، لاست يير ولاست مانث، اقول لك دي لاست لوحدها مش ان ذا لاست، ان ذا لاست غير لاست، لاست لوحدها لاست يير ولاست مانث ولاست ويك ده ماضي بسيط، ان ذا لاست يير وان ذا لاست مانث وان ذا لاست ويك لاست ويك يبقى ده مضارع تام. The recent years سنوات الحديثة و the past two years مثلا أو few years أو السنوات الأخيرة القليلة. كل الكلمات دي كلمات تدل على المضارع التام. شوية دول ملهمش قواعد محددة، يعني لما تشوفهم تختار مضارع تام، بس مش مطلوب منك تعرف غير إنك لو شفت كلمة so far دور على have أو has والتصريف الثالث، شفت كلمة up till now دور على هاف او هاز والتصريف الثالث، ما عندناش حاجه تتقال فيهم اكتر من كده. انما الكلمات الثانيه بقى لا، ده في شرح، وعندي خلي بالك سينس وفور هقولهم بعد شويه. تعال نشرح واحده واحده من دول. كلمه جاست يعني توا او حالا ملهاش اي قاعده غير حاجه واحده بس، جاست يا جماعه تاتي بين هاف او هاز وبين التصريف الثالث بس، ما عنديش اي حاجه اقدر اقولها لك في جاست غير كده. جاست موقعها تيجي بين هاف او هاز والتصريف الثالث، معناها توا او حالا. تجيني في الامتحان ازاي؟ يجيب لك في الامتحان جملة متلخبطة، يعني يقول لك I have just arrived، أنا لسه واصل، ولا I have arrived just، ولا I just have arrived، يلخبطهم لك يعني من الآخر. وحضرتك مطلوب منك إنك تعرف إن الاختيار الصح هو have just arrived بالترتيب. بالمناسبة كلمة just معناها توا أو حالا، يعني a short time ago منذ وقت قليل، أو a moment ago منذ لحظة، أو a minute ago منذ دقيقة، وهكذا. بس لو شفت a short time ago a moment ago a minute ago اي حاجة من الكلمات دي، صحيح معناها زي just في المعنى، ولكن القاعدة بتاعتها مختلفة. الكلمات دي بتيجي مع الماضي البسيط يا فندم، يعني ما ينفعش استخدم a moment ago او a short time ago مع المضارع التام. معناهم زي just، معناهم لسه قريب الحاجة دي حاصلة، لكن ما تستخدمهمش مع المضارع التام. جاست هي اللي مع المضارع التام، هما معناهم شبه كده بس بيجوا مع الماضي البسيط، يعني I visited Luxor a short time ago وخلصنا على كده، تمام؟ ماضي بسيط مش مضارع تام لو هتستخدم a short time ago او a moment ago. اما لو عايز تستخدم جاست،
جاست بتيجي مع المضارع التام. اوكي انا بس بكلمك انه معناهم متشابه المعنى مش القاعده. طيب يبقى جاست بتيجي ما بين هاف او هاز والتصريف الثالث. ادي اول حاجه اتكلمنا عنها هي كلمه جاست، وما عندناش رغي كتير في جاست، جاست ما فيهاش كلام تاني، خلصنا جاست. تعال نتكلم عن تاني كلمه وهي كلمه اوريدي. يعني ايه يا مستر اوريدي؟ يعني بالفعل. اوريدي ليها ثلاث مواقع في اللغه الانجليزيه، ممكن تيجي في ثلاث اماكن. تعال نشرح مع بعض ايه الثلاث اماكن اللي ممكن تيجي فيهم اوريدي. اول مكان ممكن تيجي فيه اوريدي زيه زي جاست تمام، بين هاف او هاز وبين التصريف الثالث. هي معناها بالفعل اقول لك اي هاف اوريدي ايتن ماي لانش، انا بالفعل اكلت الغداء بتاعي، زيها زي جاست تمام، بتيجي بين هاف او هاز وبين التصريف الثالث. يبقى اوريدي مكانها بين هاف او هاز وبين التصريف الثالث، بس انتهى الكلام. ادي اول مكان من الاماكن اللي ممكن تيجي فيها اوريدي. اوريدي برضو اللي معناها بالفعل تاتي اخر الجمله المثبته. ازاي؟ يعني نفس الجمله دي بدل ما اقول اي هاف اوريدي ايتن ماي لانش اقول اي هاف ايتن ماي لانش اوريدي، انا اكلت الغداء بالفعل. يبقى ده تاني مكان. اوريدي ممكن تيجي في النص ما بين هاف او هاز وبين التصريف الثالث، واوريدي ممكن تيجي في اخر الجمله المثبته. اوريدي ممكن تيجي في مكان ثالث وهو اخر السؤال للتعبير عن الدهشه. اخر السؤال دي مش كانت يت؟ استنى بس، اتقل على الرز ما تستعجلش. يت بتيجي اخر السؤال، بس اوريدي كمان ممكن تيجي في اخر السؤال في حاله واحده بس. ايه هي يا مستر؟ ايه الحاله اللي ممكن تخلي اوريدي تيجي اخر السؤال؟ الدهشه. يعني ايه الدهشه؟ يعني اكون مستغرب اسالك السؤال اللي هو بتاع ايه ده، انت جيت اصلك كنت بتسوق بسرعه قوي. واحد يتصل بيا مثلا، انا في المنيا دلوقتي، انا في ملاوي، تمام، حد بيتصل بيا يقول لي ايه، بص ساعه ونص كده، بيقول لي مثلا من ساعه ونص كده انا دلوقتي في القاهره وجاي. اوكي طيب ساعه ونص يا بيه، لقيته قدامي، ايه ده المسافه تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات ونص، 4، لقيته بعد ساعه ونص قدامي، لازم اساله باندهاش غصب عني. تلاقيني اقول له ايه، هاف يو ارايفد اوريدي، انت جيت بجد؟ هنا اللي هو بتاع مش انت جيت يا رمضان، لا اللي مش السؤال المعتاد اللي احنا بنساله كمصريين، انت جيت؟ فيقول لك اه انا جيت. لا ده انا مندهش، ده انا مستغرب، فاقول له هاف يو ارايفد اوريدي، انت جيت بجد؟ يو دروف فيري فاست، انت كنت بتسوق بسرعه قوي. زي مثلا لما ادي حضرتك 1500 سؤال واقول لك يلا عيش يا باشا 10 ايام وارجع لي بيهم عشان تحلهم لي. دقيقتين ولاقيك جاي لي تتنطط، في ايه يا ابني؟ تقول لي انا خلصت يا بيه. ايه؟ خلصت؟ Have you finished already؟ انت بجد خلصت؟ You are very clever، لا ده انت ولد خطير. هنا انا بندهش، انا بحط already في اخر الاندهاش. ده انا كان جالي قبل كده جمله يعني مميته من الضحك، كان كاتب ايه؟ Has your father attended Tamer Hosni's party already؟ He is very cool. انت فاهم؟ باباك بجد حضر حفله تامر حسني؟ ده ابوك ده روش قوي. هو بيندهش، يعني انت تخيل نفسك مثلا باباك واقف في حفله تامر حسني، يعني حاجه بعيده، بيندهش. اوريدي هنا جايه فين في السؤال؟ ليه؟ لانه بيندهش. يبقى اوريدي ليها ثلاث اماكن، يلا نقول مع بعض. في بين هاف او هاز وبين التصريف الثالث، ادي واحده. في اخر الجمله المثبته، ادي الثانيه. اخر السؤال ليه؟ للدهشه. برافو عليك. طيب تعالى بقى نشوف المثال. Have you arrived already؟ You drove very fast. خلاص قلنا كده already خلصت، يبقى just بين have او has والتصريف الثالث، already بين have او has والتصريف الثالث، واخر المثبتة واخر السؤال للدهشة. نوصل ليت بقى اللي بعدها، اللي معناها بعد او حتى الان، واللي انت كنت بتسألني من شوية بتقول لي يت اللي بتيجي في اخر السؤال. اقول لك اه يت فعلا بتاتي اخر الجملة المنفية واخر السؤال. فعلا يت تأتي آخر الجملة المنفية أو آخر السؤال. I haven't played yet، لم ألعب بعد، أدي جملة منفية ب haven't أو hasn't. تعال هنا أوعى تنسى إن هي منفية، بس لازم تبقى منفية في المضارع التام، يعني مش أي نفي، يعني مش don't مثلا ولا doesn't لا قدر الله، مش isn't ولا aren't بعد الشر، لا haven't أو hasn't بس، مضارع تام حضرتك، إحنا بنتكلم في المضارع التام، ويت كلمة من كلمات المضارع التام، فبالتالي بتيجي في آخر الجملة المنفية في المضارع التام أو في آخر السؤال في المضارع التام. Have you played yet؟ هل لعبت حتى الآن؟ يبقى يت بتيجي في آخر الجملة المنفية أو آخر السؤال. تعال نتكلم عن كلمة كمان، كلمة ever اللي معناها من قبل. أول استخدام لـ ever هو إنك تستخدم ever في السؤال
علشان اسالك عن خبراتك السابقه، وبالمناسبه ايفر بتيجي قبل التصريف الثالث في السؤال، يعني يبقى السؤال ماشي عادي كده هاف يو ايفر كذا، ايفر قبل التصريف الثالث على طول. بسالك عن خبراتك، بقول لك هو انت عمرك عملت كذا قبل كده؟ عارف انت السؤال ده؟ يعني مثلا هاف يو ايفر فيزيتد ذا يو اس اي، هو انت عمرك زرت الولايات المتحده الامريكيه؟ Have you ever eaten sushi؟ انا ما بحبش السوشي فبسالك وانا عامل كده. Have you ever eaten sushi؟ انت عمرك اكلت الاكله الغريبه دي؟ Have you ever، هل عمرك قبل كده studied Japanese، درست اللغه اليابانيه؟ انا بستخدم ever في السؤال قبل التصريف الثالث علشان اسالك عن خبراتك، هو انت عمرك عملت كده قبل كده؟ هي معناها كده. ever بتيجي في السؤال قبل الـ past participle للسؤال عن الخبرات السابقة. Have you ever visited the USA؟ بس كمان ever ممكن تيجي في جملة، والجملة دي فيها صيغة تفضيل. يعني ايه صيغة تفضيل؟ صيغة تفضيل اللي هي the والصفة و est، فاكر بتاعت رابعة ابتدائي the والصفة و est و the most و the least، اللي هي the tallest الأطول، the shortest الأقصر، the fattest الأدخن، the thinnest الأرفع، the most مع الصفات الطويلة، the most exciting الأكثر إثارة، the most beautiful الأكثر جمالا، the most dangerous الأكثر خطورة، أو the least الأقل. دي كلها اسمها صيغات تفضيل. صيغة التفضيل لو موجودة في الجملة حضرتك ممكن تستخدم ever عادي. ever مش never. ever بتيجي في جملة فيها صيغة تفضيل، يبقى ده تاني استخدام لever. ever بتيجي في الجملة في السؤال قبل التصريف الثالث، في السؤال قبل التصريف الثالث عشان اسألك عن خبراتك. وever بتيجي في الجملة لو فيها صيغة تفضيل، فيها ذا والصفة و est او most او least. مثال يمن is the cleverest student، اشطر طالبة I have ever seen، شفتها في حياتي. طبعا يعني استغفر الله العظيم اذا كنا بنكذب، يعني ده مثال، مش عارف هو الامثله الكذب في الامثله ممكن يدخل النار ولا لا، بس عموما يعني يمن is the cleverest student I have ever seen، يلا ادينا بنجاملها وخلاص، اشطر طالبه شفتها في حياتي. طيب يبقى هنا ايه اللي خلاني استخدمت ever؟ هنا ايه اللي خلاني استخدمت ever وانا مطمن كده؟ وجود the cleverest، ذا والصفه و est، صيغه التفضيل. وجود صيغه التفضيل يخليك تستخدم ايفر عادي، يبقى ده تاني استخدام لايفر. طب التالت قال لك يجي ايفر مع تعبير ات ذا فيرست تايم، دي اول مره اعمل كذا. ات ذا فيرست تايم دي اول مره يحصل كذا. ات ذا فيرست تايم اي هاف ايفر بلايد سكواش، دي اول مره ليا في حياتي العب سكواش. هنا انا بعبر عن ان دي حاجة ما حصلتليش قبل كده، فبستخدم it's the first time وبستخدم معاها ever علشان اقول ان دي اول مرة اعمل كده. كويس كده اتكلمنا عن ever بالثلاث حالات بتوعها. طب ما تيجي نتكلم عن never اللي معناها ابدا. never اللي معناها ابدا تستخدم في الجملة المثبتة بس علشان تنفيها. تاني never تيجي في الجملة المثبتة بس علشان تنفيها، يعني جملة تبقى ماشية مثبتة عادي زي الفل ولا بيها ولا عليها، وفجأة أحط لها نيفر فتبقى منفية. أوعى تسمع لحد يقول لك نيفر بتيجي في جملة منفية. منفية إيه بيه؟ تيجي مع نوت، تيجي مع هافنت أو هازنت، بتهزر؟ يعني ينفع يبقى نفي النفي؟ إثبات، ما ينفعش. يبقى نيفر بتيجي في جملة مثبتة فتنفيها. I have never met وليد خالد، عمري ما قابلت وليد خالد خالص قبل كده، بس حابب اقابلك يا وليد لانك ولد ممتاز. I have never met وليد خالد، عمري ما قابلت وليد خالد، بنفي الجمله، بقول انا عمري ما عملت كده، ما قابلتوش قبل كده، نتقابل قريب. تاتي never في جمله اخرها before، يعني ايه؟ يعني انا before دي يعني من قبل، نفس المعنى بتاع الجمله الاولانيه، بس بقول ايه؟ انا عمري ما عملت كده قبل كده، كأنها بقول دي أول مرة يعني. يعني مثلا I have never met وليد خالد، نفس المثال بتاع وليد، أنا عمري ما قابلت وليد خالد before من قبل. لو شفت before في الآخر استخدم never عادي وأنت مطمن. never كمان تأتي في جملة بها صيغة مقارنة. صفة مقارنة أو صيغة مقارنة اللي هي إيه؟ ما أنت لسه قايل عليها من شوية يا مستر، لأ استنى، دي كانت تفضيل، دي كانت ذا والصفة و est أو the most أو the least. انما هنا لا، صفه المقارنه دي اللي هي ER او more او less، دي بتاعت المقارنه. انما التفضيل EST و most و least ده موضوع تاني. يبقى انا هنا بتكلم عن المقارنه، never بتيجي في الحاجه اللي فيها مقارنه ER او more او less.
I have never met a cleverer girl than Yemen. عمري ما قابلت حد اشطر من البت يمن دي. نفس المثال اللي فوق، نفس الكذبه اللي كذبتها من شويه بس بكذبها بطريقه تانية. يعني هنا قلت يمن is the cleverest student I have ever seen، اشطر طالبه شفتها في حياتي. هنا استخدمت ever عشان في زي والصفه وي سي تي. لكن هنا بكذب نفس الكذبه تاني عشان خاطرك، بس بقول الكذبه بطريقه تانية. بقول I have never، عمري ما قابلت، I have never met a cleverer girl than Yemen. خد بالك ايه اللي خلاني استخدمت never هنا وانا مطمن وجود er. طب ايه اللي خلاني استخدمت ever هنا وانا مطمن وجود est. يبقى في وجود er نستخدم never، في وجود est استخدم ever. خد بالك من النقطتين دول. كمان never تأتي في جملة بها such، such a او such an، يعني مثل هذا الولد الشاطر. انا عمري ما قابلت شفت، عمري ما شفت مثل هذا الولد، مثل هذه الطالبه، مثل هذا المدرس، مثل هذا. such a، such a او an بالمناسبه. I have never met such a clever girl. عمري ما شفت قبل كده such a ويجي بعدها صفه واسم. such a، such a بيجي بعدها صفه واسم. such a clever girl، عمري ما قابلت مثل هذه الطالبه الشاطره او البنت الشاطره. such a clever girl، such a او such an على حسب الصفه هنا بتبدا متحرك او ساكن. طيب كده اتكلمنا عن never، اتكلمنا واحده واحده كده معايا. just، been have او has وتصريف ثالث already، been have او has وتصريف ثالث، او اخر الجمله المثبته، او اخر السؤال للدهشه yet في اخر السؤال في المضارع التام، او اخر الجمله المنفيه في المضارع التام ever في السؤال قبل التصريف الثالث للسؤال عن خبرات السابقه ever. كمان في صيغه في جمله فيها صيغه تفضيل est او most او least. ever بتيجي مع تعبير it's the first time، دي اول مره. never يعني ابدا بتيجي في جمله مثبته عشان تنفيها، وبتيجي في جمله في اخرها before، وبتيجي في جمله فيها صيغه مقارنه er او more او less. never كمان بتيجي مع حاجه اسمها such، عمري ما قابلت مثل هذا الكذا. recently ولاتلي الاثنين معناهم زي بعض تقريبا، مؤخرا او حديثا. مؤخرا او حديثا. recently بتيجي في جملة مثبتة، اخر الجملة المثبتة بس. recently مثبتة. بص هعلمها لك. recently هي ما اسمهاش recently، اسمها recently. recently مثبتة. recently مثبتة. recently مثبتة. لما تشوف recently مثبتة. بس يبقى recently بتيجي فين؟ في المثبتة. كويس. طب ولاتلي؟ لا خلاص مفيش السين بتاعت المثبتة دي، يبقى منفية. ليتلي بقى تيجي في الاثنين، مثبتة أو منفية. ليتلي آخر الجملة المثبتة أو المنفية. كويس. يعني ليتلي تيجي مع الاثنين، المثبتة والمنفية. إنما ريسنتلي لا، مثبتة بس عشان ريسنتلي، مثبتة بس. I have studied recently، أنا ذكرت مؤخرا. طب ينفع ليتلي؟ آه ليتلي تيجي مع المثبتة عادي. يبقى ريسنتلي مع المثبتة وليتلي مع المثبتة. لكن بص دي I haven't studied lately، لم أذاكر مؤخرا، أنا ما ذاكرتش مؤخرا. هل دي الكلمات الداله على المضارع التام بس؟ لا هم ما هم معانا دول قلناهم من شويه. هل دول بس؟ لا لسه في سنس وفور هنقولهم حالا. ونوصل بقى للكلمتين اللي ربما يكونوا بيسببوا بعض الارتباك واللخبطه عند حضراتكم. ايه الفرق ما بين سنس وفور؟ لانه احيانا يا مستر بتلخبط، انا مهما بسمعها من شرح برضه برجع اتلخبط لانها مش ثابته معايا. النهارده ان شاء الله سنس وفور هتبقى بالنسبه لك حاجه ثابته ومش هتتلخبط فيها تاني. بص يا سيدي، احنا عاملين مقارنه صغيره كده زي اللي كنا بنعملها زمان في ابتدائي ما بين الحدائق مش عارف ايه وغابات ايه في الدراسات الاجتماعيه. احنا هنعمل نقارن النهارده ما بين سنس وفور. سنس معناها منذ، مكتوبه باللون الاحمر، دي اول حاجه في المقارنه. وفور معناها لمده، ومكتوبه باللون الازرق. طبعا واضح الفرق، فهمت؟ هتغلط فيها تاني؟ تعال نشرحها. سينس اللي معناها منذ ياتي بعدها مده غير محدده. يعني ايه مده غير محدده؟ يعني حضرتك ما تعرفش تحسبها. يعني لما اقول لك مثلا I have played football، انا بلعب كوره نقط yesterday من امبارح، احسب. تقول لي عادي احسب ايه من امبارح؟ اقول لك لا احسب لي كام ساعه بالظبط كده لعبت؟ تقول لا ما انا ما اعرفش، انت بتلعب من الساعه كام؟ اقول لك هو ده، هو ده المده الغير محدده اللي احنا ما نعرفش نحددها. يبقى على طول نختار سينس. دايما سينس بتيجي مع الحاجات اللي مش محسوبه، اللي ما اعرفش احسبها بالظبط. يبقى سينس بياتي بعدها مده غير محدده. ايه بقى المده الغير محدده؟ يسترداي، امبارح، انا بلعب من امبارح. طب احسب، مش هحسب، مش هعرف. انا بلعب من لاست ويك او لاست يير او لاست مانث،
بلعب من الشهر اللي فات او من السنه اللي فاتت. طب السنه اللي فاتت دي 365 يوم، انا اعرف احسبها ازاي؟ خلاص مش عارف تحسبها يبقى سنس. الشهر اللي فات مش عارف احسبه، مش عارف احسب انا لعبت كام يوم بالظبط، يبقى سنس. يبقى كل ما تلاقي نفسك مش عارف تحسب وواقع في ورطه ومش عارف تتصرف، سنس. خلاص. طيب يسترداي ولاست، لما يجيب لك اسم سنه زي 2001 2002 2003 تقول لي ما انا بعرف احسب، انا احسبها. اقول لك اه بس انت بدا يلعب او بدا يذاكر او بدا يدرس او بدا يمارس الرياضه دي من سنه 2001 شهر ايه بقى؟ ما ممكن يبقى في اول الشهر او في اخر الشهر. هتعرف تحسبها؟ مش عارف. يبقى سنس. لو جاب لك اسم الشهر زي مارش او او جانيوري او فبراير او حتى جاب لك ذا فيرست اوف مارش من اول مارس، ايه ذا فيرست اوف مارش؟ مش عارف احسبها برضو. ايه اول مارس يعني؟ ما اول مارس ده ممكن يبقى يوم واحد ويوم اثنين، وممكن يبقى مارس اللي فات واللي قبله واللي قبله. لا مش محسوبه. لو جاب لي اسم شهر مش محسوبه، جاب سيره اسم الشهر نفسه، اسم الشهر او قال لك اوله او اخره او او الثالث منه او الرابع منه، ما ممكن يبقى الثالث من مارس ده او الثالث من مارس اللي قبله او الثالث من مارس اللي قبله. لا لا مش عارف احسب كده، يبقى سنس. لو جاب لك اسم يوم مونداي مونداي تيوزداي وينزداي، برضو بنروح على سنس. لو جاب لي اسم ساعة مش ماركة الساعة يا فندم، اسم الساعة اللي هي فيها كلمة اوكلوك 3 اوكلوك 4 اوكلوك، تقول لي هم محسوبة اهو، انا بلعب من الساعة 3. اقول لك اه 3 صباحا ولا مساء؟ تقول لي هيكتبها. اقول لك طب امبارح ولا اول امبارح؟ مفيش 3 امبارح و3 اول امبارح. يا عمي احنا داخلين في حيطة سد، سنس وريح نفسك. اي حاجه من الحاجات دي سنس، يسترداي ولاست واسم السنه واسم الشهر واسم اليوم واسم الساعه، كل ده سنس. اسم فصل من فصول السنه نفس الفكره، من الوينتر اللي فات مش محسوبه، مش كده؟ طيب اسم قرن، قرن ال 18، قرن ال 19، قرن ال 20 century، يعني قرن ذا 20th century ذا 19th century، قرن 19 او 20. سينس زين ده تعبير على بعضه كده، سينس زين يعني منذ ذلك الحين. حضرتك تعرف ذلك الحين ده امتى؟ انا ما اعرفش شخصيا، ما اعرفش ذلك الحين. خلاص يبقى طالما مش عارفين انا وانت كده ذلك الحين امتى، يبقى سينس. سينس زين منذ ذلك الحين. سينس ذات تايم منذ ذلك الوقت، احسبها لي ايه منذ ذلك الوقت. كمان لو جاب لك اسم يدل على موعد زي ايه؟ يقول لك I haven't met أحمد، ما قابلتش أحمد since his birthday، من ساعة ميلاده، عيد ميلاده. أنا مش عارف عيد ميلاده ده إمتى ومش مكتوب في الجملة، ولا حضرتك تعرف ولا أي حد فينا يعرف، يبقى ده اسم يدل على موعد بس إحنا مش عارفين حصل إمتى، فيبقى since. طب لو قال لي I haven't met أحمد، ما قابلتش أحمد since ولا for he traveled، من ساعة ما هو سافر. طب حد فينا أنا وأنت يعرف هو سافر إمتى؟ لا. يبقى لو جاب لي فعل ماضي بعد النقط وعايز نختار سنس ولا فور، لا سنس، لان احنا مش عارفين الفعل الماضي ده حصل امتى اصلا، فبالتالي لو جاب فعل ماضي نروح على سنس. يبقى كل الحاجات دي الحاجات اللي بتيجي مع سنس. اما فور بيجي بعدها مده محدده. يعني ايه مده محدده؟ يعني يكتب لك كلمه، يكتب لك عدد رقم وبعديها تمييز بقى، مش اسم السنه 2001، لا يكتب لك كلمه ييرز شخصيا، عدد من الييرز. تقول لي يا سلام يعني هو لو قال لي مثلا انا بلعب من 3 سنين بالظبط، الجماعه الانجليز لما يقول لك 3 years يبقى هو يقصد 3 سنين بالظبط. اللي هو يعني عملك ازاي؟ استنى بص كده ثانيه واحده، بس كده انا بدات العب من 3 سنين بالظبط. هو بيفكر كده. هم الجماعه الانجليز عندهم دقه غيرنا احنا، اللي هو يقول لك عدى عليك بعد العصر، بعد العصر ده ممكن تبقى في العشاء، تمام ازاي؟ هنزل لك المحاضره يوم كذا، معلش سامحوني بقى عشان ده بيبقى الانترنت، مش بيبقى مش ذنبي انا يعني، معلش سامحوني، اوكي؟ طيب يبقى العدد بعدها تمييز زي عدد بعدها years او عدد من المانثز او عدد من الويكس الاسابيع او دايز او اورز او حتى minutes يعني دقائق. او ممكن بدل ما يكتب العدد يكتب لك كلمه ايه؟ a number of. تقول لي يعني ايه a number of دي محدده؟ اقول لك معلش دي تحديدا بقى اعتبرها حاله شاذه، عدد من السنين، لا بس كاتب لك ييرز، معلش. لو جاب لي اسم السنه يبقى سنس، لو جاب سيره ييرز في الموضوع او مانثس في الموضوع يبقى معلش، يبقى هنا احنا بنتكلم في فور مش في سنس، مع ان انا عارف ان المفروض انت بتقول فور بعدها مده محدده وعدد ومش عارف، بس هو مش كاتب لي العدد، كاتب عدد من السنين وخلاص كلمه a number of، بس معلش اعتبرها حاله شاذه. يا اما يكتب عدد حقيقي 3 4 5 6 او يكتب a number of تمشي. طب لو كتب او ان، قال لك ما دي تعتبر 1، انت ما تعرفش ان year يعني سنه واحده، a month يعني شهر واحد، an hour يعني ساعة واحدة، فبالتالي عدد يعتبر فياخد 4. طب لو كتب the last، قال استنى بقى مستر last دي بتيجي مع سنس، اقول لك last حاجة و the last حاجة.
ذا لاست دي اللي بتيجي بعد فور معناها ذا لاست ويك، يعني الاسبوع اللي فات كله، يعني مده 1 ويك. يعني اقول لك اي هافنت ميت يو، ما قابلتكش فور ذا لاست ويك يا اخي، الاسبوع اللي فات كله، تساوي 1 ويك تساوي 7 دايز، فاهم؟ يبقى ذا لاست غير لاست، لاست بس سينس، ذا لاست فور. في حالات شاذة بقى لازم تبقى عارفها، ملهاش علاقة بقاعدة انها مدة محددة، مش محددة بصراحة، اكدب عليك يعني، هي مش محددة، بس بتيجي مع فور، زي فور لونج تايم لوقت طويل، او فور لونج بيريد لمدة طويلة، فور شورت تايم لوقت قصير، او فور شورت بيريد لمدة قصيرة، فور ييرز لسنوات، فور ايجز لعصور، ترجم معايا لو انت مش حافظ معاني الكلمات دي، فور ديكيدز، ديكيد يعني عقد من العشر سنين يعني، مش عقد، عقد، او فور سنتريز لقرون، او فور از لونج از اي كان ريممبر، على قد ما اقدر افتكر، دي تاخد فور، فور از لونج از اي كان ريممبر، التعبير ده فور، حالة شاذة مع فور. طيب، او فور مور ذان عدد، يعني فور مور ذان 3 ييرز، اكتر من 3 سنين. تقولي دي مش مدة محددة، اقول لك معلش، ما احنا قلنا حالات شاذة هنستحملها ونحفظها على انها بتاعت فور، كويس؟ طيب، عندنا بعد كده حالات معينة او قواعد معينة لازم نبقى عارفينها. عندك مثلا في قاعدة بتقول اتس مدة سنس ماضي بسيط، انت لازم تحفظ التركيبة دي. اتس 3 ييرز، ياه عدت 3 سنين since I met you، من ساعة ما قابلتك، خد بالك since بيجي قبلها مضارع تام، لكن لو في بعدها هيبقى بعدها ماضي دايما كده، دايما since هيبقى بعدها ماضي، عشان كده انا كتبت لك هنا ان since ممكن يجي بعدها فعل ماضي بسيط، فيبقى since هنا it's مدة، عدت مدة كذا since I met you، وممكن يقول لك it's 3 years since I last met you، ممكن يكتب I met you على طول، وممكن يكتب I last met you، وممكن يكتب it's a long time من غير ما يحدد المدة، يقول لك يا عدى وقت كتير، فات وقت كتير، it's a long time، يعني ممكن بدل ما يكتب 3 years او 3 months او 2 weeks او يكتب it's a long time يا اخي، وعدى وقت طويل since I met you او since I last met you. على فكرة ممكن يقول since والفعل الماضي على طول، او since I last والفعل الماضي، عدى وقت من ساعة ما قابلتك، او عدى وقت من ساعة اخر مرة قابلتك، دي صح ودي صح. فعشان كده فهمنا من الموضوع ده انه since بيجي قبلها مضارع تام، لان هي كلمة تدل على مضارع تام بس بعدها ماضي بسيط. I haven't met احمد، ما قابلتش احمد since he traveled، زي ما انت شايف مضارع تام اهو، وsince بعدها ماضي بسيط. بس في تعبير تاني اسمه since then، يعني منذ ذلك الحين، وعلى فكرة since then ده عكس since، تاني since then عكس then since، يعني لو شفت since then تعرف انها عكس since في القاعدة، since قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، العكس since then قبلها ماضي وبعدها مضارع تام. طب ما تيجي نشوف المعنى، بص احمد سافر، احمد traveled، ماضي بسيط، since then ومن وقتها ومنذ ذلك الحين، I haven't met him، ما قابلتوش، since then بيجي بعدها مضارع تام، since بس since او ever since، في حاجة اسمها ever since زيها زي since، بيجي بعدها ماضي بسيط، يبقى since و ever since قبلهم مضارع تام وبعدهم ماضي بسيط، since then العكس، قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. في زمن عندي اسمه زمن المضارع التام المستمر، ده عبارة عن have او has been والفعل زي جي، وده بيكلمني عن حاجة بدأت في الماضي ومستمر حتى الآن. تقول لي ما ده المضارع التام، اقول لك استنى بس اهدى، ومن المحتمل انه يكمل كمان في المستقبل. يعني انا مثلا عايش في بلدي دي بقالي مثلا 40 سنة، اوكي، بدأت في الماضي، عايش فيها دلوقتي، احتمال لو ربنا كمل في عمري هكمل، انا هروح فين؟ هي دي زمن المضارع التام المستمر، بدات ومستمر ومكمل. انت بتدرس انجليزي بقالك فتره، مكمل دلوقتي، لسه هتكمل، لسه احنا امتحاننا، احنا مكملين، هو ده المضارع التام المستمر، بدا في الماضي ومستمر ومن المحتمل ان يستمر في المستقبل، بيتكون من هاف او هاز بن فعل زي ان جي، وخد بالك مش بن والتصريف الثالث، الثاني مضارع الثاني مبني المجهول، لكن ده بن والفعل زي ان جي. I have been living in دقهلية، انا عايش في محافظه الدقهلية since 2010، من سنه 2010، واحلى تحيه لاهل دهلية. طيب، كلمات الدالة اللي بتيجي مع المضارع التام المستمر بقى مين؟ لما تلاقي كلمة all وبعدها all year طول السنة، all week طول الأسبوع،
all month طول الشهر, all day طول السنة اليوم, بس all وبعدها واحدة من الكلمات دي. او sense of four, استنى مش sense of four دي مضارع تام؟ اقولك اه هي sense of four مضارع تام بس بتيجي مع المضارع التام المستمر لما بتلاقي في اخر الجملة كلمة من دول now او all او still او haven't finished yet. تعال ناخد مثال, I have been reading for 8 hours, انا بقرأ لمدة بقالي 4 ساعات. طب ما كتبت مضارع تام مستمر ليه طالما في فور؟ استنى, and I haven't finished yet, ولم انتهي بعد, في احتمال ان اكمل, هو ده زمن مضارع التام المستمر يا سيدي. طيب حد بقى دلوقتي بيختار بباله سؤال, لو جالي مضارع تام ومضارع تام مستمر هتلخبط, امتى اختار مضارع تام وامتى اختار مضارع تام مستمر؟ تعالى لو الجملة فهمت منها ان الحدث انتهى ومش هيستمر في المستقبل, يعني اخره دلوقتي, يعني بدأ في الماضي ومستمر حتى الان دلوقتي واخره, او بدأ في الماضي وانتهى منذ لحظات هنا, او بدأ في الماضي وساب اثر هنا, بنتكلم عن مضارع تام بس مش مستمر. لو فهمت من الجملة ان الحدث انتهى ومش هيستمر في المستقبل استخدم مضارع تام وليس التام المستمر. بص على المثال, he has played for 2 hours, لعب لمدة ساعتين. طب اخباره ايه دلوقتي؟ now he is sleeping, دلوقتي هو نايم, مضارع تام مش مضارع تام مستمر لانه مفيش احتمال للاستمرار, الحدث خلص استمر شوية وخلص من شوية وخلصنا, تمام, ده زمن مضارع تام. في كلمات لو شفتها ما تختارش المضارع التام المستمر, الخمسه الاولانيين اللي كنا شرحناهم على السبوره الاولانيه, just already ever never yet, الخمسه دول ما بيجوش مع المضارع التام المستمر, بيجي مع المضارع التام بس, since so far يجوا هنا وهنا, since so far مضارع تام ومضارع تام مستمر, انما الخمسه دول لا, دول ما بيجوش مع المضارع التام المستمر, فلو شفتهم ريح نفسك وابعد عن المضارع التام المستمر. في حاله ذكر عدد المرات, لو قال لك عملت كذا كم مره, يعني كتبت 3 خطابات, ذاكرت 4 دروس, اكلت 5 سندوتشات, هنا في الحاله دي لما يكتب لك عدد المرات لا تستخدم مضارع تام مستمر, المستمر ما بيجيش مع العدد بتاع المرات, مستمر ملهوش علاقه بالعدد, فبالتالي لو جاب لك عدد المرات يبقى مفيش مضارع تام مستمر, يبقى مضارع تام عادي, اي احمد هاز ايتن, احمد اكل 2 ساندوتشز, ساندوتشين, يبقى ده مش ممكن يبقى مضارع تام مستمر, ده مضارع تام بس. وما تنساش ان احنا قلنا قبل كده ان في افعال اصلا ما بتجيش مع اي زمن مستمر, لا مضارع مستمر ولا ماضي مستمر ولا مضارع تام مستمر ولا ماضي تام مستمر ولا مستقبل مستمر ولا اي افعال مستمره. في افعال معينه ما تنساش ان هناك افعال لا تاتي في اي زمن مستمر ابدا, مين هم دول؟ الحواس والمشاعر والادراك والملكيه ويكون, دول ما بيجوش مع اي حاجه مستمر خالص, ما لهمش علاقه بالمستمر. وبكده نبقى خلصنا زمن المضارع التام وزمن المضارع التام المستمر. شوف هو احنا علشان نتكلم عن الصفات وصفات المقارنة وصفات التفضيل فلازم يبقى عندنا اول معلومات عن الصفات, يعني ايه صفة اصلا, يعني تعالى انا وانت كده مع بعض واحدة واحدة نعرف اصلا يعني ايه صفة. بص هو الصفة تعريفها عندنا, هي صفة كلمة تصف الاسم وتأتي قبله, تاني الصفة كلمة تصف الاسم وتأتي قبله, زي المثال ده مثلا, he is a clever boy, clever يعني ماهر, صفة وصفت الولد وصفت الاسم وجت قبله, يبقى الصفة كلمة تصف الاسم وتأتي قبله, تصف الاسم وتأتي قبله, بس مش ده المكان الوحيد اللي ممكن تيجي فيه الصفة. الصفة كلمة تصف الاسم وتأتي بعد verb to be, بعد فعل يكون, يعني انا ممكن اقول مثلا the boy is clever, الولد شاطر, هنا is verb to be او was او are او am او اي او were, اي verb to be ايا كان زمنه ايه, تحط verb to be ويجي بعدها صفة, يبقى الصفة تيجي قبل الاسم على طول او بعد verb to be, مش لازم يبقى فيه اسم في حاله فيرب تو بي, يعني انت مش مضطر لده, عايز تكتب a clever boy ماشي, عايز تقول is clever وخلاص ماشي, اوكي. قال لك كمان الصفه ممكن تيجي بعد بعض الافعال, في افعال معينه يجي بعدها صفات, زي كلمه seem يعني يبدو, ترجم معايا واكتب seem يعني يبدو, appear يعني يبدو, get يعني يصبح, become يعني يصبح, stay يعني يظل, luck مش ينظر, يبدو, feel
يبدو ملمسه أو يشعر، تيست يتذوق أو يبدو طعمه، وهنا معناها يبدو طعمه، وسمال معناها يشم بس هنا معناها يبدو رائحته. يبقى تاني كلهم معناهم يبدو، سيم appear معناهم يبدو، get يعني يصبح، become يعني يصبح، stay يعني يظل، luck يبدو، feel يبدو، taste feel يبدو أو يشعر، taste يعني يبدو طعمه، smell تبدو رائحته. الأفعال دي بيجي بعدها صفة زي The boy seems clever. الولد يبدو ماهرا. The cake tastes delicious. تبدو طعم الكيكة لذيذة. يبقى كده الصفة المكان بتاعها بيجي في واحدة من ثلاثة، إما قبل الاسم أو بعد verb to be أو بعد بعض الأفعال زي دول. بس أنا عندي شوية صفات معينة كده بنشيل منهم حكاية إنها تيجي قبل الاسم، لا هي ممكن تيجي بعد verb to be أو فعل. يعني عندي شوية صفات بتيجي في مكانين بس مش في ثلاثة، اللي هما مين؟ بص، هناك صفات لا يأتي بعدها اسم، يعني يجيش قبل الاسم، زي الصفات اللي بتبدأ بحرف الاي. اي صفة تلاقيها حضرتك تبدأ بحرف الاي تعرف ان هي ما بتجيش قبل الاسم، ما بيجيش بعدها اسم، اوكي؟ ولكن ممكن تيجي بعد verb to be فعل يكون، ممكن تيجي بعد الافعال دي يبدو كذا، انما ما بتجيش قبل الاسم او ما بيجيش بعدها اسم. اي صفة اخرها اولها ايه؟ زي كلمة alive، ترجم معايا alive يعني على قيد الحياة، alike يعني مثل، alone بمفرده، افرد خائف، awake يقظ، aware واعي أو فاهم للي بيحصل، ashamed خجلان، asleep نايم. بص المثال، I was alone، أنا هنا كنت لوحدي. ما ينفعش أقول alone boy مثلا أو alone man أو alone teacher، لا لا لا، alone وخلاص. يبقى alone من الصفات اللي بتبدأ بحرف الـ A ما بيجيش بعدها اسم. هي ممكن تيجي بعد verb to be زي ما حصل هنا، she is asleep، هي نايمة، برضو مش جاي بعدها ايه، مش جاي بعدها اسم، ولكن she is asleep، هي نايمة جاية بعد verb to be. كويس. كمان الصفات اللي بتوصف المشاعر وحالة الحالة المزاجية او الحالة المود اللي عند حضرتك ممكن ما بيجيش بعدها اسم، ممكن تستخدمها بعد verb to be، ممكن تيجي بعد فعل لكن ما بيجيش بعدها اسم. الصفات التي تصف المشاعر والحالة الصحية لا يأتي بعدها اسم، ما بيجيش بعدها اسم، ممكن يجي تيجي الصفات دي بعد verb to be أو قبلها verb to be أو يجي قبلها فعل من أفعال دول، إنما ما بيجيش بعدها اسم، ما بيجيش بعدها اسم. أفعال صفات بتوصف المشاعر والحالة الصحية، زي مثلا المثال ده، خلينا بس نقول مين هي الصفات الاول. ال يعني مريض، حالته الصحيه مريض، ويل يعني بصحه جيده كويس، عكس ال ويل، ذا اوبوزيت اوف ال از ويل. فاين يعني بخير، ابسيت يعني منزعج، جلاد يعني مسرور، سوري يعني حزين او اسف، سوري هنا يعني بتوصف مشاعره، اوكي؟ طيب ام ال، انا حزين اهو، انا ما استخدمتش ال اي، ما ينفعش اقول ال بوي، لا ام ال وخلاص. يبقى الصفات اللي بتوصف الحاله الصحيه او المشاعر بتيجي من غير ما يجي بعدها اسم، ممكن تيجي زي ما اتفقنا بعد verb to be، اوكي؟ طيب عند حضرتك بقى في معلومه مهمه لازم تعرفها، يمكن استخدام بعض الاسامي كصفات، يعني في اسامي كده ممكن تستخدمها كصفه. ازاي يا مستر؟ بص كده، this is a 3 year old boy، ده ولد عمره 3 سنوات. لو لاحظت هتلاقي فين الصفه اللي هي 3 year old، 3 سنوات، year year يعني سنة، دي صفة، دي تعتبر صفة. فبالتالي الصفة اللي هي year أنا بوصف الولد من عمره 3 سنوات، إنما هي الصفة هي المنطقة دي، هي صحيح الثلاث سنوات على بعضها تعتبر صفة، بس year تحديدا ركز عليها، هي بتيجي الصفة اللي مكونة من أكتر من كلمة زي كده، لازم يبقى فيه شرطة هنا وشرطة هنا، ولازم تبقى مفرد مش ممكن تبقى جمع. يعني ما ينفعش أقول 3 years old boy، ما ينفعش أقول 2 weeks holiday، ما ينفعش، لا لازم أحط year مفرد أو week مفرد. يبقى أنا بستخدم اسم كصفة، أنا بوصف الولد على إنه 3 سنين، مفيش صفة صفة، ولكن year ده اسم، فبالتالي يمكن استخدام بعض الأسامي كصفات. تعالى بقى نشوف الظرف، نتكلم عن الظرف. بس قبل ما اكلمك عن الظرف عايز اكلمك الاول عن الصفات اللي اخرها اي دي والصفات اللي اخرها اي ان جي وحدوتتها، لان في ناس فاهمه الموضوع غلط. تعالى اوريهم لك. في معلومه مغلوطه كان دايما يقول لك ايه، الصفه اللي اخرها اي دي تصف عاقل، والصفه اللي اخرها اي ان جي تصف غير عاقل. وبعدين يرجع يقول لك لا استنى، ده الصفه اللي اخرها اي ان جي ممكن تستخدم مع العاقل لو هو يسبب هذا الشعور. الكلام ده مش دقيق ومش مظبوط، ركز معايا عشان تعرف المعلومة الصحيحة قوي. الصفة المنتهية بإي دي تصف شعور يشعر به شخص، يشعر به شخص، شخص بس؟ لا،
او حيوان. يعني ايه؟ يعني الشعور اللي بيحس بيه الانسان او الحيوان اللي بيحس بيه. يعني مثلا بص كده، on seeing the dog، لما شاف او عندما رأت الكلب، my cat was frightened، شعرت قطتي بالخوف. هنا ما ينفعش استخدم الصفة الاخيرة ing بحجة ان القطة غير عقل. ليه؟ لان هي اللي شعرت هذا الشعور. فهمت الفكرة؟ يبقى لو الانسان او الحيوان هو اللي حس بالخوف نقول frightened، لكن لو هو اللي تسبب في هذا نقول frightening. يعني لو انا عايز اقول ده حيوان مخيف اقول frightening animal واستخدم ing لان هو اللي بيسبب. يبقى لو هو اللي حس، لو هو اللي شعر، نستخدم الصفه الاخيره اي دي مع الانسان او مع الحيوان. زي he is interested in، هو مهتم به، his students طلابه، انا هنا بستخدم الصفه الاخيره اي دي، بتكلم عن انسان او بتكلم عن حيوان بس هو اللي بيسبب هذا الشعور بالاهتمام او بالخوف. كويس، سوري، هو اللي بيشعر بهذا الشعور بالاهتمام، بيشعر بالاهتمام بطلابه او بيشعر بالخوف. interested مهتم، excited منفعل، bored زهقان، tired مرهق، هو شاعر بهذا الشعور، هو حاسس بالاحساس ده. كويس، اما الصفه اللي منتهيه ب ing تصف شعور يسببه السبب، بقى هو السبب هنا ايا كان بقى السبب ده شيء غير عاقل او شخص. يعني مثلا she is confusing، دي بنت مربكة بتسبب شعور بالارباك. يبقى هنا لما بستخدم confusing كصفة ذات ing او صفة اخرها ing مش لازم استخدمها مع غير العاقل، لان استخدمتها مع العاقل اللي هي شي، لان هي تسببت في هذا الشعور، هي تسببت في الشعور، مش هي اللي حست بالارتباك ولا هي، لكن هي اللي تسببت في الشعور بالارتباك، هي اللي خلتنا احنا نحس بده، فبالتالي بستخدم شي از كونفيوزنج. بص كمان لو بستخدم الكلام ده مع غير عقل عادي، ذا ماتش از اكسايتنج، المباراه مثيره. دي كده الصفات. اما الظرف، تعريف الظرف زي ما قلنا الصفة، الصفة هي كلمة تصف الاسم وتأتي قبله، الظرف كلمة تصف الفعل وتأتي بعده. يقول لك مثلا he speaks، هو بيتكلم loudly بصوت عالي، او quietly بهدوء، او quickly بسرعة، او slowly ببطء. يبقى الظرف يصف الفعل ويأتي بعده. تعال نشوف كده، الظرف يصف الفعل ويأتي بعده. على فكرة أنا ممكن أستخدم الظرف علشان أوصف الصفة، لأن يعني في حاجة اسمها ظرف الدرجة، very high، هاي دي صفة، very quick سريع جدا، فأنا ممكن أستخدم الظرف اللي هو very أو extremely، هو ظرف يوضح الدرجة، أستخدمه لوصف صفة زيه أو لوصف ظرف كمان. أوكي، بس خلينا نتكلم دلوقتي عن الظرف اللي هو آخره ال واي، اللي بيسموه ظرف الحالة، اللي هو الحالي، يعني بيوضح حالة الشخص ده وهو بيعمل كده. طيب he speaks quietly، اهو هو بيتكلم بهدوء، انا هنا استخدمت الظرف quietly اللي اخره ال واي بعد الفعل، وصفت الفعل بان هو بيتكلم ازاي، بيتكلم بهدوء، زي كواك مثلا تتحول ل quickly بسرعه. معظم الظرف بيتكون بانك تضيف له ال واي، تجيب الصفه تضيف لها ال واي تتحول الى ظرف، بس ده في معظم الاحيان مش في كل الاحيان، لكن في حالات شاذه، واشهر الحالات الشاذه جود يعني جيد، تتحول الى well بطريقه جيده او جيدا. يبقى خليك دايما فاكر ان المعظم، معظم الصفه لما تحب تحولها لظرف بتحط لها ال واي تحول لظرف، الا في حالات شاذه اشهرهم جود بتحول ل well، وهقول لك حالات شاذه ثانيه دلوقتي. الصفة اللي منتهية ب ly، هو في صفة أصلا بتنتهي ب ly؟ طبعا يا عم، في عندك كلمة friendly يعني ودود، lovely جميل، lively حيوي، silly سخيف، ugly قبيح، lonely وحيد، fatherly أبوي أو motherly بشكل عمومي، يعني مش أموي، أمومي. أوكي؟ طيب مالهم الصفات دي؟ صفات كلهم أخرهم ال واي. قال لك طب هي دي أصلا أخرها ال واي وهي صفة، أنا عايز أحولها لظرف، أعمل إيه؟ تيجي تحطها في حاجة اسمها جملة ظرفية، تقول إن أ صفة واي، إن أ فريندلي واي بطريقة ودودة، إن أ لافلي واي بطريقة جميلة، إن أ فريندلي واي، إن أ فاذرلي واي، إن أ ماذرلي واي، وهكذا. بص he speaks to me، بيتكلم معايا in a friendly way بطريقة ودودة فيها ود. يبقى كده رجعنا تاني وقلنا ان الصفة اللي اخرها ال واي
زي friendly و lovely و lively وهكذا. لو عايز حضرتك تحولها لظرف، كل مطلوب منك انك تحطها في جملة اسمها الجملة الظرفية in a وبعدين الصفة وبعدين way. غير كده طبعا من الصفات الشاذة ان في صفات تستخدم كصفة او كظرف في نفس الكلمة ما بنحطلهاش ال واي في نفس الوقت، زي كلمة hard. hard يعني صعب وتنفع بصعوبة يعني، او hard بشدة او بجد يعني. لايت متأخر او بشكل متأخر. fast يعني سريع او بسرعة. high يعني عالي او بطريقة عالية. straight يعني مباشر او مباشرة. early يعني مبكرا او بشكل مبكر، ظرف يعني. daily يوميا، weekly اسبوعيا، monthly شهريا، yearly سنويا. بص كده المثالين اللي هتلاقيهم على السبورة. اول مثال عندك the tower، البرج is high. هنا صفة جت بعد verb to be، انا بوصف البرج ان هو هاي عالي، فكده صفة. طب نفس الكلمة هاي ممكن تستخدم كظرف، زي مثلا the plane، الطيارة flies high بتطير عاليا. هنا هاي بتوصف الفعل وبتيجي بعده، يبقى هنا هاي ظرف، وبالتالي الكلمات دي تنفع صفة وتنفع ظرف. ونوصل دلوقتي لمحطة مهمة جدا، وهي مقارنة الصفات. ازاي نقارن ما بين اتنين؟ انا مش بقارن الصفة، انا بقارن ما بين شخصين في صفة. هي عشان كده سموها مقارنة الصفات، بقارن بين فلان وفلان في صفة معينة. بس قبل ما نقول الكلام ده لازم نعرف ان في صفات قصيرة ذات مقطع واحد. يعني ذات مقطع واحد يعني وانت بتقولها ما فيهاش مقاطع. tall short big fat small، مقطع واحد. وفي صفات ذات اكثر من مقطع، زي interesting exciting beautiful dangerous expensive. فعندك صفة ذات مقطع واحد وصفة ذات اكثر من مقطع. الصفات القصيرة او ذات مقطع واحد زي tall وزي short مثلا، والقاعدة بتاعتهم وانت بتقارن ما بين اتنين بتكتب اسم الشخص الاول وبعدين verb to be، فعل يكون، فلان يكون او يبدو. ينفع استخدم الافعال اللي احنا عارفينها اللي بتاعت الصفات اللي بيجي بعدها صفات، ينفع تستخدم في الموقف ده. وبعدين اكتب صفة er than اسم التاني، يعني مثلا اقول taller than shorter than bigger than fatter than. مثال هنا ايمن خالد is taller than، اطول من امجد. هنا ايمن خالد اطول من امجد. المثال التاني اسماء شعبان is shorter than مهند، اسماء شعبان اقصر من مهند. بس لازم ابقى عارف حاجة مهمة جدا، ان لو الصفة دي اخرها اي انا بضيف ار بس، ولو الصفة قبل اخرها ساكن وقبل الساكن ده متحرك بضاعف في الساكن، يعني بخليه دبل تي مثلا زي هات فتبقى هوتر. ولو الصفة اصلا اخرها واي زي هنا وقبل الواي حرف ساكن، بحذف الواي واحط مكانها اي اي ار، وانا عارف ان انتوا عارفين الكلام ده كويس. الكلام ده في الصفات القصيرة. طب الصفات الطويلة يا مستر، اللي هي ذات اكثر من مقطع، اللي هي زي كلمة beautiful او dangerous او exciting او interesting، بعمل فيها ايه؟ الصفات دي بكتب اسم الشخص ده واضع verb to be او احط فعل من الافعال اللي بيجي بعدها المقارنة، وبعدين اكتب more يعني اكتر او less يعني اقل، وبعدين الصفة than اسم التاني. اكثر beautiful than، more beautiful than او less beautiful than، more dangerous than او less dangerous than، more expensive than او less expensive than، اكثر ايه او اقل ايه من فلان. يعني مثلا the match is more exciting than the film، المباراة اكثر اثارة من الفيلم. يبقى كده الصفات القصيرة القاعدة بتاعتها ان بضيف للصفة er وبعدين than، والصفات الطويلة بستخدم more او less ثم الصفة وthan. ده لما احب اعمل مقارنة ما بين اتنين، مش بفضل واحد على الكل، لا انا بعمل مقارنة ما بين شخصين. كويس، تعال بقى هنا بص على الحكاية دي. انا عارف ان الصفة اللي بيجي معاها اي ار ما بيجيش قبلها ذا، ذا يعني قل، ذا دي بتيجي مع صفات التفضيل ولسه نشرحها بعد شوية. بس هل ينفع مستر نستخدم ذا والصفة واي ار؟ اه يمكن استخدام ذا والصفة واي ار، بس بشرط عدم استخدام ذان. ينفع ينفع مش غلط. يعني مثلا يبقى المثال عامل كده اهو، Who is the cleverer؟ مين الأشطر، أيمن أور أمجد؟ أنا بعمل هنا مقارنة بين الاثنين، Who is the cleverer؟ أمجد أور أيمن؟ استخدمت ذا مع صفة وإي آر علشان ما استخدمتش ذان، لكن لو هتحط ذان لأ،
ممنوع تستخدم ذا وصفه وصفه اي ار وذان، ما ينفعش. هتكتب ذان يبقى صفه اي ار من غير ذا. عايز تستخدم السؤال بتاع المقارنه، مين الاطول مين الاقصر مين كده، تستخدم ذا كليفرر ماشي، بس هستخدم مفيش ذان وهتعمل اختيارات فلان ولا فلان، ايمن اور امجد. طيب عندي ملاحظه مهمه جدا تاني، ان انا ممكن استخدم ذا برضو مع صفه المقارنه. مين ايه؟ ايه صفة المقارنة دي يا راجل؟ عيب عليك. صفة المقارنة حاجة من ثلاثة، يا اما صفة اي ار مع الصفات القصيرة، يا اما مور او لس مع الصفات الطويلة. اي ار مور ولس، الثلاثة دول اسمهم صفة مقارنة. يبقى كل ما تسمعني اقول لك صفة مقارنة خليك عارف كويس جدا اني بتكلم عن يا اما اي ار يا اما مور يا اما لس. انا قلت ان ممكن استخدم ذا مع صفة مقارنة اخرها اي ار، هل دي الحالة الوحيدة؟ لا، ممكن استخدم ذا مع صفة مقارنة بس بشرط ان استخدم بعدها ذا صفة مقارنة تاني. مش فاهم. عارف انت كلما تأكل كلما تزيد، كلما تذاكر كلما تبقى اشطر، كلما تتمرن اكتر كلما تبقى اكثر مهارة، كلما كل ما يحصل كذا كل ما يحصل لك كذا. هي بالظبط نفس الفكرة. the more، more هنا صفة مقارنة مش كده؟ more صفة مقارنة. the more you eat احنا هنتكلم بعد شوية عن صفات الشاذة، دي صفة شاذة. many يعني كثير، المقارنة بتاعتها many وماتش، المقارنة بتاعتهم more يعني اكثر. the more you eat كل ما تاكل اكتر، the fatter you become كل ما تبقى ادخن. كمان ممكن استخدم صفة التفضيل مرتين ورا بعض، اللي هي الصفة بتاعت المقارنة دي، انا ممكن استخدمها مرتين ورا بعض للتأكيد، اللي هو لك ايه، فلان ده اطول واطول، فلان ده اصبح ادخن وادخن. انا بتكلم بحاول اوصل له معلومة انه ادخن بكتير من الاول، فبعمل له ايه، بعمل له الصفه المقارنه بحطها مرتين، فبقول مثلا احمد is taller and taller، احمد اطول واطول. عندي ملاحظات تاني في صفات المقارنه. الملاحظه الثالثه ان ممكن احط كلمه من الكلمات دي قبل صفه المقارنه عشان اوصل لك الدرجه بتاعت الموضوع. يعني مثلا يمكن وضع هذه الكلمات قبل صفه المقارنه لتوضيح الدرجه. أبت يعني قليلا، هو أبت فاتر، ادخن قليل. عارف انت لما تستخدم التعبير ده، يعني مثلا واحد يقول لك ايه، مين اشطر فلان ولا فلان، يقول لك لا والله فلان ده أبت كليفرر، اشطر شويه مش اشطر كتير، أبت كليفرر. أبت او ماتش يعني كثيرا، لا اشطر كثيرا، او الوت كثيرا، او اليت قليلا، او سلايتلي قليلا يعني بشكل بسيط، او راذر الى حد ما، او فار بعيدا، لا اطول بكتير، اقصر بكتير، اشطر بكتير. فار يعني بعيدا. مثال he is far cleverer than his brother، لا ده اشطر بكتير من اخوه. يمكن استخدام never، انا اتفقت معاك الكلام ده في يونت 1 بس افكرك بيه. انا ممكن استخدم never مع المقارنه، زي I have never read، عمري ما قرات an easier lesson، درس اسهل than this من ده. استخدمت هنا المقارنه er معاها never، في وجود never ممكن استخدم er، وفي وجود er ممكن استخدم never. دي كده النوتس الخاصه بالمقارنه، مقارنه الصفات القصيره والطويله والملاحظات اللي عليها، الخمس ملاحظات 1 2 3 4 5. تعالوا بعد شويه ناخد دلوقتي التفضيل. ووصلنا دلوقتي ازاي نعمل تفضيل. تفضيل يعني حد احسن من الكل، في واحد احسن من الكل في صفة. والله لو صفة قصيرة بنكتب اسم الشخص ده وبعدين بنحط verb to be، فلان يكون او واحد من الافعال اللي ممكن يجي بعدها صفة. فلان يبدو مثلا ذا والصفة و ect، احمد is the cleverest، احمد هو الامهر. ولو صفة طويلة بتكتب اسم الشخص ده وبعدين verb to be او فعل من الافعال اللي ممكن يجي بعدها صفة، وبعدين بتكتب the most او the least وبعدين الصفة. the most intelligent، the most dangerous، the most expensive او the least الاقل. رحيق is the most beautiful الاكثر جمالا. لاحظ كمان ان هناك صفات معينة لا يصح استخدام معها less او least. ازاي؟ قالك في الصفات الطويلة بتستخدم في المقارنة less أو more، وبتستخدم في التفضيل the least أو the most. في صفات معينة ما بيجيش بعدها، ما بيجيش قبلها لا less ولا least، لا ما بيجيش معاها لا less ولا least، ولكن خلاص هي مقتصرة فقط على more أو most. يعني لو شفت في الاختيارات less و more مع صفة طويلة هتحتار، هتقول الله طب ما الاثنين صح. هقول لك لا، في صفات معينه احفظهم، دول لا بياخدوا لا لس ولا ليست، يبقى انت هتختار مور في الموقف ده. او لو عندك مثلا ذا موست او ذا ليست تختار ذا موست وتسيب ذا ليست، علشان الصفات دي تحديدا
ما بيجيش معاها لا لس ولا ليست. هتظهر لك على الشاشة حالا، اهي قدامك حاليا الصفات دي يا سيدي اللي ما بيجيش معاها لا لس ولا ليست. هي الصفات اللي فيها كلمة فال او لس زي يوسفول مفيد، هيلبفول متعاون، كيرفول حريص، هوبليس ما عندوش امل. وخد بالك كل واحد من دول لو حطيت الاف يو ال هتبقى معناها عنده، يعني يوسفول مفيد لو شلت يوسفول، لو شلت فول وحطيت لست يبقى يوزلس لا فائدة له. هيلبفول متعاون، هيلبليس ما بيساعدش، كيرفول حريص، كيرلس مهمل، هوبليس يعني ما عندوش امل، هوبفول يعني مفعم بالامل. الصفات الاخيره اي ان جي، كمان الصفات الاخيره اي ان جي او اي دي زي بورينج يعني ممل، ويلينج يعني مرحب بالشيء، انويد منزعج، سربرايز مندهش. كمان في صفات تانية زي correct صحيح، exact يعني بالمثل او تماما، certain محدد، normal طبيعي، frequent متكرر، recent يعني حديث، famous مشهور، modern حديث، افرد خائف، eager يعني متطلع الى او مشتاق له، foolish احمق، وسمارت ذكي. كل دول ما بيجيش بعدهم، ما بيجيش قبلهم لا لس ولا ليست، ولكن يجي قبلهم مور او موست. بس بص المثال، today climbing equipment is more modern، اكثر حداثة، ما ينفعش اقول less modern، more modern than that of the past، مما كانت عليه في الماضي. فبالتالي الصفات دي لا بيجي معاها لا لس ولا ليست. تمام كده؟ طيب يبقى الملحوظة دي مهمة جدا لازم نكون عارفينها. هناك صفات اصلا بتتكون من مقطعين، طب يعني مقطعين تبقى ذات اكثر من مقطع؟ قالك لا، هو الصفات القصيرة اللي هي مقطع واحد، والصفات الطويلة اللي هي اكتر من مقطع 3 4 5. الصفات اللي بتتكون من مقطعين دي محيرة، احيانا بنتعامل معها لانها صفات قصيرة، واحيانا بيتعامل معها لانها صفات طويلة، وبالتالي براحتك. يعني لو جالك مع صفة مقطعين استخدمها على انها قصيرة او حط لها ER او ECT تنفع، ولو حط معاها most او more او less او least واستخدمها على انها طويلة تنفع. تعال نشوف، هي مثلا زي crawl عنيف، clever ماهر، stupid غبي، narrow ضيق، gentle لطيف، friendly ودود، quiet هادئ، simple بسيط. الصفات دي كلها مقطعين، crawl، clever، stupid، narrow، جنتل، مقطعين. قال لك ساعتها عايز تستخدمها اي ار ماشي، هي اس كليفرر تنفع، عايز تقول مور كليفر اوكي تنفع برضو، مور كليفر يعني كلاهما صحيح، كليفرر ينفع ومور كليفر ذان مي اشطر مني ينفع، الاثنين ينفع. هتعملها على انها قصيره اوكي اي ار، هتعملها على انها طويله وتحط لها مور اوكي. تستخدم ever، احنا المعلومة دي قلناها في unit 1، قلنا ان ever بتيجي مع صفة التفضيل، يعني English الانجليزي is the easiest subject، اسهل مادة، I have ever studied درستها في حياتي. استخدمت ever ليه؟ عشان فيها EST، استخدمت EST عشان لقيت ever، يعني اخترت EST مثلا ليه وسبت ER عشان مثلا عندي ever. طب لو انا مثلا العكس، عندي EST وبيديني اختيارات ever ولا never، لا ever، ever بتيجي مع EST و EST بتيجي مع ever. اوكي طبعا far يعني بعيد، the farthest الابعد، دي حاله من الحالات الشاذه خد بالك، the farthest الابعد، لو هتحط معاها from تبقى الابعد من او عن، يعني ابعد عن، بعيد عن، يعني far تاخد from، لكن near قريب تاخد to، يبقى far تاخد from ونير تاخد to. my house is the nearest house، اقرب بيت to school للمدرسه. اوكي most بقى اللي احنا عارفينها بتستخدم في المقارن التفضيل مع صفات طويلة. ممكن نستخدم most بمعنى very يعني جدا، يمكن استخدام most صفة بمعنى very. بص he's most nice، هو لطيف جدا، most nice سوي very nice. يمكن استخدام best اخر الجملة بمعنى very much كثيرا، يقول لك مثلا I love my mother، انا بحب امي best يعني كثيرا يعني very much، يبقى best لو جت في الاخر معناها كثيرا او very much، و most لو جت بعدها صفة عادي ما هياش مقارنة، مش بقارن ولا بفضل، يبقى ممكن تبقى بمعنى very very. تستخدم صفة التفضيل بعد the second و the first و the third. بص الاول والتاني والتالت، the first الاول، the second التاني، the third التالت، او صفات الملكية اللي هي my و your و his و her، او صفة اس الملكية اللي هي احمد كذا، منى كذا، عايز احط صفة اس ملكية ابوستروف اس،
طيب كل ده بيجي بعده صفه تفضيل اللي هي اي سي تي او موست او ليست، بس من غير ذا. تاني من غير ذا، بص كده كويس. She is my sister's اسم الكيه اهي cleverest friend، هي امهر اصدقاء اختي. ايه اللي خلاني ما حطيتش ذا هنا؟ عشان في اس الملكيه. طيب ينفع نقول ماي كليفرست فريند، صديقتي انا الاشطر؟ ينفع، بس برضو مش هنحط ذا عشان صفه ملكيه. ممكن مثلا نقول ذا فيرست تولست مان، اطول، اول اطول راجل في العالم. ذا فيرست، بس هتحط تولست على طول، مش هتقول ذا تولست. ذا فيرست تولست مباشره، مش هتقول ذا، خد بالك. يبقى لما تلاقي ذا فيرست ذا سكند صفات ملكيه اس ملكيه، بتحط صفه تفضيل، ولكن بشرط عدم وضع ذا قبلها. شي از ماي سيسترز، مفيش ذا، ها، كليفرست فريند. لسه عندنا شويه حاجات قليله هنقولها حالا. ووصلنا لمرحله المساواه، ازاي نساوي ما بين اتنين في صفه، ازاي نقول ان فلان ده زي فلان في كذا. بسيطة جدا، حضرتك بتكتب اسم الشخص ده، وبعدين بتحط verb to be او فعل من الافعال اللي بيجي بعدها الصفات، وبعدين as والصفة واز. الصفة لازم تكون من غير er ولا est ولا هي مقارنة ولا تفضيل، صفة pure، تمام؟ صفة بنت صفة، اوكي؟ تمام. فبالتالي بنكتب اسم وبعدين verb to be as والصفة واز واسم. He is as tall as his friend، هو في نفس طول صديقه. طب لو المساواة دي ممكن استخدمها مع الصفات القصيرة ولا الطويلة؟ قالك لا عادي، صفات قصيرة تنفع، صفات طويلة تنفع، يعني تمشي مع الاتنين، مع القصيرة والطويلة. بس انا ممكن ما استخدمش as والصفة واز، ممكن استخدم تعبير تاني اللي هو the same والاسم واز. يعني بدل ما اقول as tall as في نفس الطول، اقول the same height الارتفاع او الطول. بس خد بالك هتكتب the same مش as، يبقى لازم تكتب الاسم مش الصفة. as والصفة واز، لكن the same والاسم واز، the same height as his friend. اما في حالة النفي، لو انت عايز تقول الاتنين مش زي بعض، بتكتب اسم الشخص الاول وبعدين بتنفي verb to be isn't او aren't او amn't، وبعدين بتستخدم as والصفة واز او so والصفة واز. ممكن تستبدل مكان as الاولانية، ممكن تستبدلها ب so وتبقى صح. يعني تبقى مثلا he isn't as tall as his friend او he isn't so tall as his friend، كلاهما صحيح، مفيش فرق خالص ما بين الاثنين. طيب كلمة elder، elder او eldest، انا عارف older يعني اكبر، او oldest الاكبر، مقارنة وتفضيل من old. انما older و oldest دول حاجة، و elder و eldest دول حاجة تانية. elder و eldest معناهم اكبر برضو، بس تستخدم داخل الاسرة فقط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اقول ان انا اكبر من اخويا استخدم elder، عايز اقول ان اخويا اكبر واحد فينا كلنا اقول the eldest. بنستخدم elder و eldest دول جوه النطاق الاسرة فقط، مش عموما، لكن older و oldest عموما. كمان لو هتستخدم elder و eldest مش هتستخدم than، يعني ما ينفعش نقول elder than، لا لا ما ينفعش. يبقى لا يأتي بعدها then، ولكن يأتي بعدها اسم، أقول elder brother أو the eldest brother، أو ممكن أستخدم of the eldest of my family أو in our family. He is the eldest of my brothers، هو أكبر واحد في إخواتي، تمام؟ يبقى eldest ممكن أستخدم معاها of. في حاجة بقى اسمها الصفات الشاذة، اللي هي مش بيتحط لها ER كالعادة ولا ECT في المقارنة، لا دي بتبقى كلمة تانية بتتحفظ، عاملة زي الـ irregular verbs كده، الأفعال غير منتظمة، حضرتك بتحفظها حفظ. زي مثلا good يعني جيد، مش حط لها ER وتبقى gooder أكيد، ولكن better than أفضل من، the best الأفضل، bad يعني سيء، worse than أسوأ من، the worst الأسوأ، many و much و a lot of اللي هي معناهم كثير، more than أكتر من، the most الأكتر، little يعني قليل، less than أقل من، the least الأقل، وفار يعني بعيد. ممكن تتقال بطريقتين، ممكن تتقال farther بالA أو farther بالU، farther أو farther than أو the farthest بالA أو the farthest بالU. كده انتهت الصفات الشاذة. نوصل بقى للمرحلة الأخيرة، وإن في بعض الصفات بتيجي مع go بمعنى يصبح كذا. go deaf يعني يصبح أصم، go blind يعني يصبح أعمى، go bad يعني يصبح سيء، حاجة تبوظ، go rotten يتعفن أو يبوظ، go deaf، go dead يتعطل يبطل شغل، go missing يفقد
يضيع مننا، جو رونج يبوظ، وجو ماد يتجنن. وكمان جو ريتيرن ممكن نكتب مع بعدهم الالوان جو وريتيرن الاثنين، لكن جو ما يجيش، ريتيرن ما يجيش بعدها الحاجات دي، جو بس هي اللي يجي بعدها الحاجات دي، ريتيرن لا دول ما يجوش بعد ريتيرن. انما ريتيرن ممكن هي وجو يجي بعدها الالوان، زي مثلا ذا ترافيك لايتس، اضواء الاشارات المرور، went green اصبحت خضراء، وكاني بقول became green نفس المعنى بتاع went green، هي became green. كده كل شيء عن قاعدة الصفات والظرف، مقارنة الصفات وتفضيل الصفات والمساواة بين شخصين في الصفات، كل حاجة تقريبا اتقالت ما سبناش حاجة. اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع ده كويس. وزي ما اتفقنا هنتكلم النهاردة عن الماضي التام. يعني ايه ماضي تام؟ بص يا سيدي، الماضي التام هو انك تتكلم عن حدث قديم. يعني باختصار، لو عند حضرتك مجموعة من الاحداث كلهم حصلوا في الماضي، اقدمهم هو الماضي التام. يعني مثلا لو قلت لك انت دخلت المرحلة الابتدائية الاول، وبعدين المرحلة الاعدادية، وبعدين المرحلة الثانوية، مين اقدم حدث؟ ابتدائي، ها؟ ماضي تام. والبعدين الاحدث اللي جايين بعده دول بيبقوا ماضي بسيط. يعني لو قلت لك حضرتك صحيت من النوم الاول، وبعدين فطرت، وبعدين نزلت رحت مدرستك، مين اول حاجه حصلت؟ الماضي التام، صحيت من النوم. بالترتيب الاقدم هو الماضي التام. علشان كده الماضي التام بيقول تعريفه هو يستخدم الماضي التام للدلاله على ان حدث تم قبل حدث اخر، يعني من اخر كده الحدث الاقدم. تكوين الماضي التام ايه؟ لو جملة مثبتة بتستخدم الفاعل في الاول، وبعدين had والتصريف الثالث، زي I had studied، انا ذكرت. ولو جملة منفية طبعا بدل ما هي had بتبقى hadn't، فاعل hadn't والتصريف الثالث I hadn't studied. اما لو عايز تسأل فحضرتك بتستخدم had في اول الكلام، بمعنى هل had فلان studied، had you studied، had he played، وهكذا. had والفعل والتصريف الثالث، ولو في تكملة بتكمل. اما سؤال اداة الاستفهام بتبدأ باداة الاستفهام في الاول، وبعدين had والفعل والتصريف الثالث، what had you studied، ماذا ذكرت. كلمات الدالة على الماضي التام هما مين؟ after يعني بعد، as soon as بمجرد ان، when يعني عندما، before يعني قبل، by the time بحلول وقت، after that و before that، because، as، so، till، until، no sooner، و hardly و scarcely، وشوية كلمات هنقولهم في آخر الشرح. ركز معايا، تعال نبدأ بأول مجموعة. أول مجموعة بنتكلم عنها النهاردة هي كلمة after اللي معناها بعد، as soon as اللي معناها بمجرد أن. ودايما لما نيجي نشرح اي قاعدة هقول لك خد وين معاها، وين دي اللي هي راشقة معانا في اي حاجة، وين يعني عندما، ماشية مع القاعدة بتاعت after و as soon as. وكمان كلمة اسمها before that، لو انت ما تعرفهاش هعرفك بيها حالا دلوقتي واقول لك ايه حكايتها. before that يعني وقبل هذا، before جاية في نفس القاعدة مع after يا عزيزي، دي مش before، دي before that، غير before العادية، after معاها before that. يبقى after و as soon as و when و before that. خلينا نتكلم في الأول في after و as soon as، وبعدين ناخد when و before that معاهم كتوابع ليهم في القاعدة. هي after معناها بعد، و as soon as معناها بمجرد، يعني من الآخر كده الاتنين تقريبا معناهم بعد، بعد ما أكلت ذاكرت أو بمجرد ما أكلت ذاكرت، الاتنين تقريبا في المعنى واحد. فخلينا نفكر بالعربي كده، نقول بعد ما عملت الحدث رقم واحد ده وخلصت ورحت عملت رقم اتنين، يا ترى مين الاقدم؟ اكيد الاقدم رقم واحد، انا بعد ما خلصت واحد خالص رحت عملت اتنين، يبقى واحد الاقدم. علشان كده دايما يقولك ان after و as soon as بيجي بعدها الاقدم اللي هو الماضي التام اللي هو هاد والتصريف التالت، وبعدين الماضي البسيط اللي هو التصريف التاني للفعل اللي اخدناه في يونت 1. مثال الكلام ده بينطبق على after و as soon as و when و before that الاربعة قاعدة واحدة. مثال على ده اهو الامثلة قدام حضرتك. after I had studied، انا بعد ما ذكرت، I went to school، ادي after اهي في الاول وبعدها ماضي تام، ثم ماضي بسيط، بعد ما ذكرت ذهبت المدرسة. طب ينفع يا مستر ننقل الماضي البسيط نحطه في الاول، يعني يبقى الماضي البسيط الاول في الاول وبعدين after او as soon as او when او before that في النص وبعدين ماضي تام؟ طبعا ينفع، يعني من الاخر ينفع اقول I went to school، انا رحت المدرسة،
after I had studied بعد ما ذكرت. اللي يهمني في الموضوع ان after اهي جايه في الاول بعدها ماضي تام، جايه في النص بعدها ماضي تام، يبقى I went to school after I had studied، انا رحت المدرسه بعد ما ذكرت. طب امال ايه حكايه before that دي؟ before that يعني وقبل هذا. تعال نفكر بالعربي، انا ذهبت للمدرسه بعد ما ذكرت، يبقى انا ذهبت المدرسه مؤخرا حديثا بس بعد ما ذكرت، يعني كنت مذاكر الاول من بدري بعد ما ذكرت. I went to school before that، انا رحت المدرسة وقبل كده، قبل هذا الحدث، I had studied، كنت ذاكرت من بدري. على فكرة after لوحدها تساوي before that واضحة جدا، انا رحت المدرسة بعد ما ذكرت، انا رحت المدرسة وقبل ده انا ذاكرت، فبالتالي before that تساوي after تماما في المعنى وفي القاعدة. كويس، خد بالك بقى ان افتر، ومش بس افتر وكمان بيفور، الاثنين دول لو ما جاش فاعل بعدهم، يعني لو لقينا افتر مش بعدها اي مثلا زي كده او هي او شي او اي فاعل، لو لقينا افتر او بيفور بعدها ما فيش فاعل، في الحاله دي بتحط الفعل زائد اي ان جي على طول. تاني كمان مره، اذا لم ياتي فاعل بعد افتر وبيفور ياتي الفعل مضاف له اي ان جي مباشره. افتر وبيفور، ركز معايا القاعده مهمه، افتر arriving بعد الوصول I ate، انا اكلت، يبقى انا عندي after و before لو مفيش بعدهم فاعل بيجي بعدهم الفعل زي ing على طول. عندي قاعدة مهمة جدا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان after، طبعا كده كده after بيجي بعدها الفاعل والماضي التام زي ما اتفقنا، after فاعل هادي والتصريف التالت، تمام كده؟ كويس، قال لك ممكن تستعيد مكان after والفاعل وهاد التلات حاجات دول وتحط مكانهم كلمة واحدة اسمها having. having يعني بعد برضو، نفس المعنى، بس having دي بديلة لافتر والفاعل وهاد، يعني أنا هشيل after والفاعل وهاد وأحط مكانهم having. طب after والفاعل وهاد بيجي بعدها تصريف تالت، having كمان بيجي بعدها تصريف تالت في الجملة المعلومة، فتبقى الجملة بدل ما هي after I had studied، أنا بعد ما ذاكرت، I went to school رحت المدرسة، ادي after بعدها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط went to school. ينفع قوي اقول having studied بعد ما ذاكرت، نفس الحكاية، شلت after والفاعل وهاد وحطيت مكانهم having، يبقى having جاي بعدها تصريف تالت عادي جدا، having studied بعد ما ذاكرت، I went to school. الكلام ده في المعلوم. قال لك بس في المجهول الموضوع مختلف، في حالة المجهول بحط having بيجي بعدها مش التصريف التالت على طول، لا بيجي بعدها been والتصريف التالت. هنا بقى السؤال، انا مستر هشم على ظهر ايدي يعني؟ انا هعرف منين هي معلومة ولا مجهول؟ ما انت كده بتحط لي having في اول الكلام وبعدها نقط وتصرف انت. لا، ما انا هعمل ايه؟ اسمعني كده، هقول لك على حل خطير جدا، ركز معايا واحده واحده. انا كاتب لك مثالين ومش حللهم، وهنفكر انا وانت مع بعض في الاجابه. يلا، having not the room mother felt tired، بعد ما ايه الغرفه ماما شعرت بالارهاق. الجمله الثانيه، having not the room seemed wonderful، بعد ما ايه الاوضه بدت رائعه. اختياراتك cleaned تصريف ثالث وبين cleaned بانو التصريف التالت. having بيجي بعدها اما التصريف التالت على طول في المعلوم او بانو التصريف التالت في المجهول، والاختيارين موجودين. هيحط لك اختيارات تانية اعتبرها ان هي كمالة عدد، حضرتك هتستبعدها كده كده، انا اللي يهمني الاختيارين دول، تصريف تالت ولا بانو التصريف التالت. هعمل ايه؟ بص يا سيدي، اولا لو ركزت في الجملة الاولى هتلاقي قبل الفصلة مباشرة موجود مفعول به اللي هي الاوضة، ما انا عندي كلين يعني ينظف، فانا عندي الاوضة. طب الاوضة ايه؟ الاوضة مفعول به. طب هو لما يبقى مذكور المفعول به في اخر الجملة دي مجهول؟ لا، المجهول بيبدأ من مفعول به في الاول، يبقى اكيد دي مش مجهول، بس ده مش سبب كافي، استنى عليا. بص بعد الفاصلة بقى، أهم حاجة عندي تبص على الكوما دي، الفاصلة دي. بص بعد الكوما، mother الأم، الأم هي اللي بتنظف ولا بتتنظف؟ بتنظف، مش كده؟ كويس، يبقى هنا mother هي الفاعل صح؟ بس لو لقيت بعد الفاصلة الفاعل يبقى الجملة دي معلوم، معلوم يعني هحط having والتصريف التالت. يبقى لو حضرتك لقيت بعد الفاصلة الفاعل، mother هنا تنفع فاعل، هي اللي نظفت، يبقى ساعتها تستخدم التصريف التالت، لأن having هنا في جملة المعلوم، having cleaned، هنكتب هنا cleaned، having cleaned، وبعدين the room my mother felt tired. طب الجملة الثانية، having not
The room seemed wonderful. أنا عندي هنا كوما، عندي فاصلة، بعد الفاصلة عندي كلمة إيه؟ The room. طب نقارن بقى، نعمل نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت. هنا بعد الفاصلة mother وقارناها بالفعل إنها تنفع فعل. طب هنا the room الأوضة هي اللي نظفت ولا اتنظفت؟ لا هي اللي اتنظفت. يبقى هي الفعل ولا المفعول؟ لا المفعول. لو لقيت بعد الفاصلة مفعول به يبقى الجملة دي مجهول مش معلوم، وبناء عليه هتحط been cleaned في الإجابة. هنا هنكتب been cleaned. سوري لو الخط مش مظبوط بس عشان أنا مش واخد راحتي في الكتابة. اوكي كده بالنسبة لي أنا الجملتين اكتملوا، بس عايز أقراهم وترجمهم عشان أفهم وأشوف أنا اخترت صح ولا غلط. بص having cleaned the room بعد ما نظفت الأوضة ماما شعرت بالإرهاق. آه صحيح. having been cleaned بعد ما تنظفت فاصلة the room seemed wonderful الأوضة بدت رائعة. بعد ما اتنظفت الأوضة بدت رائعة يبقى كده مظبوط. يبقى having لما تيجي في أول الكلام وبعدها نقط حضرتك عينك على الفصلة واللي بعدها، احيانا تبص قبلها تشوف لو في مفعول ولا مفيش. اه هنا في مفعول به يبقى اكيد دي مش مجهول، لان المجهول المفعول به ما يجيش في اخر الكلام. بس عموما اتاكد تاني من اللي بعد الفاصله. اللي بعد الفاصله هنا ماما، وماما طبعا هي الفاعل، فبالتالي ايوه اكيد دي الجمله دي معلوم. اللي بعد الفاصله هنا الأوضة مفعول به، يبقى أكيد الجملة دي مجهول، فبالتالي الاختيار هنا هيبقى سهل جدا. having والتصريف الثالث في المعلوم، وhaving been والتصريف الثالث في المجهول. متهيألي الأمور واضحة. طيب إحنا كده اتكلمنا عن after و as soon as و when و before that، ودينا أمثلة عليهم، وقلنا إن after و before لو مفيش بعدهم فاعل بيجي بعدهم ing، واتكلمنا عن having اللي بيجي بعدها تصريف ثالث في المعلوم، و been والتصريف الثالث في المجهول. لسه عندنا كلمات تانية دالة على الماضي التام هنشرحها دلوقتي. وبعد ما اتكلمنا عن after و as soon as و before that و when، تعالوا نتكلم عن before يعني قبل، و by the time يعني بحلول وقت يعني قبل تقريبا، when يعني عندما. واتفقنا ان when معانا في كل القواعد، يعني جت مع after هي موجودة مع قاعدة after، مع before كمان وين موجودة مع قاعدة before. وكلمة after that وانا شرحت لك حكاية before that من شوية، وشرح لك حكاية after that بعد كده. خلينا نبص على before يعني قبل، و by the time اللي معناها بحلول يعني تقريبا قبل برضه. ايه القاعدة بتاعتهم؟ قالك before و by the time بيجي بعدهم، هنعتبر ان انا عندي حدثين، الحدث رقم واحد والحدث رقم اتنين. تعالوا نفكر كده بالعربي واحدة واحدة. انا قبل ما اعمل واحد خالص، قبل ما اعمل الحدث رقم واحد رحت عملت الحدث رقم اتنين، يبقى اكيد اتنين هو الاقدم وواحد ده احدث منه، فبالتالي اتنين هو الماضي التام وواحد هو الماضي البسيط. سيبك بقى من حكاية واحد واتنين وتعالى نقول القاعدة before و by the time، وطبعا معاهم when و after that، بيجي بعدهم الماضي البسيط اللي هو الاحدث. انا قبل ما اعمل الاحدث رحت عملت الماضي التام اللي هو الاقدم. يبقى دي قاعدة مهمة جدا لازم نعرفينها، before by the time when و after that، بعدهم ماضي بسيط ثم ماضي تام. تعال نشوف امثلة عشان نفهم اكتر. before I called احمد قبل ما اتصل باحمد، he had messaged me كان هو بعت لي رسالة او راسلني. خلي بالك ادي before وادي الماضي البسيط called التصريف التاني، بعدين النص التاني من الجملة had والتصريف التالت ماضي تام، بعد before ماضي بسيط ثم ماضي تام. طيب انا ينفع اجيب الماضي البسيط الماضي التام ده اجيبه في الاول خالص واقول احمد had messaged me، احمد بعت لي رسالة before I called him قبل ما اتصل بيه؟ ينفع نجيب الماضي التام قبل before وتبقى فيه before في النص؟ اه ينفع. وساعتها لازم تبقى فاهم حاجة كويسة جدا، حاجة مهمة جدا، ان before دايما يجي بعدها ماضي بسيط. before دايما بعدها ماضي بسيط، والله لو before في الاول هيبقى بعدها ماضي بسيط، لو before جت في النص كمان بعدها ماضي بسيط. اما الماضي التام، الماضي التام يا في الاخر خالص يا في الاول خالص، اللي يهمني ان before بعدها ماضي بسيط. طب تعالى نترجم ونفهم الكلام ده صح ولا غلط. هنا بيقول قبل ما اتصل باحمد هو بعت لي رسالة، احمد بعت لي رسالة قبل ما اتصل بيه، هي هي مفيش فرق في المعنى، المعنى واحد. طيب كلمة before اللي هي معناها قبل، هل ينفع استبدلها بكلمة زي after that؟ تعالوا نفكر، هي after that معناها ايه؟ after that معناها وبعد هذا. تعال نشوف، احمد had messaged me، احمد بعت لي رسالة،
وبعد هذا I called him، أنا اتصلت بيه. هي أحمد بعت رسالة قبل ما اتصل بيه، يعني من الآخر كلمة قبل تساوي after that اللي هي وبعد هذا. علشان كده بنقول دايما إن الأربع كلمات دول قاعدتهم واحدة، بيجي بعدهم ماضي بسيط ثم ماضي تام. ننتقل بقى على قاعدة تاني وهي قاعدة tell وuntil. تيل يعني حتى او لغايه، وانتل يعني حتى او لغايه. خلينا نفكر فيها كده بالبلدي. عارف انت لما تقول لحد انا لم انم حتى ذكرت، يا واد يا مجتهد انا ما نمتش الا لما ذاكرت الاول. كويس جدا. انا لم انم دي، لم انم هي الاحدث ولا الاقدم؟ يعني انا نمت الاول وبعدين ذاكرت، ولا ذاكرت الاول وبعدين نمت تاني كده؟ انا لم انم حتى ذكرت، ذكرت الاول، المذاكره هي الاقدم. فدايما بعد حتى او لغايه، بعد تيل وانتيل بيجي الماضي التام، الماضي التام. فدايما بعد تيل وانتيل كمان مره بيجي الماضي التام، انا لم انم حتى ذكرت، ذكرت الاول، ده الاقدم. فبالتالي دايما بعد تيل وانتيل ماضي تام، هدو التصريف التالت. اما اللي قبله ايه؟ قال لك ماضي بسيط بس منفي. يعني ايه ماضي بسيط منفي؟ يعني didn't والمصدر، انا لم انم، I didn't sleep. او ممكن مثلا اقول couldn't، لم استطع، تنفع؟ اه تنفع couldn't. وينفع اقول wouldn't، تنفع؟ اه تنفع. يبقى didn't و couldn't و wouldn't كلهم بيجي بعدهم مصدر بالمناسبة، ممكن يجوا قبل until. او ممكن الاقي فعل زي refused، refused to يعني رفضت ان. فلما اقول لك I refused to sleep يعني رفضت ان انام، يعني لم انم. بس خد بالك لو شفت refused اوعى تدور على didn't refuse، لا هي refused لوحدها تعتبر نفي، لان refused معناها انا رفضت اعمل حاجة دي يعني ما عملتهاش. فبالتالي لما تشوف refused ما تدورش على النفي بتاعها ولا didn't والمصدر. refused زيها زي didn't و couldn't و wouldn't، معناها رفضت ان افعل هذا. ده انا كمان ممكن احط wasn't والتصريف الثالث اللي هي مبني المجهول، انا لم يسمح لي مثلا I wasn't allowed to sleep، لم يسمح لي بالنوم. ممكن wasn't زاد التصريف الثالث كمبني المجهول يعني. اوكي تعال نشوف امثله. I didn't play، لم العب، till I had studied حتى ذكرت الاول، he didn't go to school لم يذهب المدرسه، until he had eaten حتى اكل. انا ما اروحش المدرسه لما اكل الاول، اشبع الاول وبعدين اروح المدرسه. اوكي تعال نشوف قاعده كمان مره، هي قاعده because ما احنا عارفينها. because يعني لان يا مستر. ما انا عارف ان because يعني لان، واز كمان يعني لان، ولكن هسالك سؤال. هي because دي توضح ايه؟ توضح السبب، بيجي بعدها السبب. يقول لك مثلا انا جبت الدرجه النهائيه لاني ذاكرت، صح؟ فهنا انا عايز بعد because اوضح ايه؟ اوضح سبب اني جبت الدرجه النهائيه. فدايما because يجي بعدها السبب. هسالك انت بقى سؤال وترد عليا، مين الاقدم، النتيجه ولا السبب؟ فكر، خد ثانيتين. مين الأقدم، النتيجة ولا السبب؟ ذاكرت الأول ولا النتيجة ظهرت الأول؟ أكيد السبب، السبب، السبب إني ذاكرت وبعدين النتيجة ظهرت. يقولك مثلا أنا تعبان قوي لأني أكلت أكل فاسد، السبب هنا أني أكلت أكل فاسد أكيد أقدم من أني تعبت. فدايما السبب أقدم. علشان كده لما تلاقي because قبلها ماضي بسيط يقولك أنا جبت خلاص الدرجة النهائية، يبقى أكيد أنت ذاكرت قبل ما تجيب الدرجة النهائية، فالأقدم هنا ماضي تام. يبقى إذا جه قبل because أو as ماضي بسيط بعدها ماضي تام. بص I got full marks، حصلت على الدرجة النهائية، ماضي بسيط. because لأني I had studied لأني ذاكرت. فأنا عندي because دايما وas بيجي بعدهم ماضي تام وقبلهم ماضي بسيط. العكس طبعا لو جبنا so يعني لذلك، هتلاقي العكس بقى، يقول لك I had studied انا ذاكرت ماضي تام، so لذلك I got full marks حصلت على درجة نهائية. بس so العكس، so قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط، because ماضي بسيط في الاول ثم ماضي تام. كويس تعال نتكلم عن قاعدة كمان، قاعدة اسمها no sooner و hardly و scarcely. التلات كلمات دول انا بقول عليهم ان هما تلات كلمات مخهم مقفل حبتين. يعني ايه مخهم مقفل حبتين؟ يعني نتخيل مع بعض انا وانت كده، لو انا عندي التلات كلمات دول اختهم هي هاد، ماشي؟ يعني هنتخيل منظر تخيلي كده، عندهم هاد دي اختهم. انا عارف دايما الماضي التام عبارة عن ايه؟ هاد والتصريف التالت مع بعض، هاد والتصريف التالت، هاد والتصريف التالت. تخيل بقى لو التلاتة دول مخهم مقفل وهاد دي اختهم، يقولك لا هاد ما تجيش ابدا جنب التصريف التالت، لا يمكن، مش ممكن هاد تيجي جنب التصريف التالت واحنا واقفين، والله لا يمكن. طول ما احنا موجودين في الجملة بعد اذنك يا باشا
وسع برنس، احنا هنيجي في النص. يبقى هاد والتصريف الثالث بيفترق في وجود نوسونر وهاردي لوسكيرسلي اللي معناهم لم يكد. بيقول لك ايه بالعربي كده لم يكد؟ يعني ايه؟ يعني يقول لك ما لحقش يعمل كذا حتى حدث له كذا. ده معناها بالعربي لم يكد، ده ملهوش علاقه بقاعده انك تفصل هاد والتصريف الثالث. انا بقول لك معناها بالعربي هو لم يكد ان يذاكر حتى انطفأ النور، يعني يا دوب لسه ذاكر حاجه بسيطه. لم يكد ان يلعب، يا دوب لسه يبدا يجري راح واقع. هي معناها لم يكد معناها كده، اللي هو ما لحقش يا عيني يعني. اوكي طيب، يبقى نو سونر وهاردلي وسكيرسلي الثلاثه دول بيجي بعدهم بيجي قبلهم الهاد وبعدهم التصريف الثالث. وده ليه؟ علشان هم في وجودهم بيحبوا يفصلوا هاد عن التصريف الثالث. فتلاقي جمله عامله ازاي؟ فاعل في الاول هاد، نو سونر فلان لم يكد او هاردلي لم يكد او سكيرسلي لم يكد ان يفعل كذا حتى حدث له كذا. فين حتى يا مستر؟ قال لك بص يا سيدي، نو سونر بتاخد زان، نو سونر بتاخد زان، وهاردلي وسكيرسلي الاثنين دول بياخدوا وين او بيفور. بيفور نادره الاستخدام ومعظم الناس ما تعرفهاش، بس خليك عارفها. يعني بيفور ممكن تيجي مكان وين في الموقف ده، انما الاكثر شهره هو وين. بس انا برضو لازم ابقى عارف ان ممكن وين وممكن بيفور مع الاثنين دول، مع هاردلي وسكيرسلي، علشان لو شفتها في يوم من الايام ما تستغربش تقول ايه ده، ايه اللي جابها هنا. تنفع، تنفع بيفور مكان وين مع هاردلي وسكيرسلي. يبقى بتكتب الفاعل في الاول ثم هاد ثم نو سونر او هاردلي او سكيرسلي والتصريف الثالث. طبعا مع نو سونر بتستخدم ذان، ومع هاردلي وسكيرسلي بتستخدم وين. فلان لم يكد ان يفعل كذا كذا حتى حدث له كذا في الماضي البسيط، ما لحقش يعمل حاجة إلا لما يحصل له حاجة تانية. تعال نشوف مثال أهو. I had no sooner، أنا لم أكد played ألعب than I fell، رحت واقع. أهو تاني I had no sooner والتصريف الثالث. no sooner جت فين؟ في النص، فرقت ما بين had والتصريف الثالث زي ما اتفقنا. than حتى، I fell رحت واقع على الأرض. لم أكد أن ألعب حتى سقطت، حتى وقعت أرضا. طيب افرض أنا حبيت أجيب no sooner وهاردلي وسكيرسلي في أول الكلام، قول لي بقى هيرخموا ازاي على هادو والتصريف التالت. وريني نفسك. يعني انا يا عم نو سونر، يا عم هاردلي، يا عم سكيرسلي جبتكم في الاول. سكيرسلي مش ريسنتلي، ريسنتلي مضارع تاني. سكيرسلي يا عم نو سونر، يا هاردلي، يا سكيرسلي، انا جبتكم في بدايه الجمله. وريني بقى هتفصل لي هاد عن التصريف التالت ازاي. يقول لك يعني هي مشكله الفاعل. ماله الفاعل؟ قال لك ابدل انا والفاعل مع بعض. ياض يا فاعل تعالى انت هنا مكاني، وانا اجي اطلع بره في اول الجمله مكانك. ايوه بس ساعتها هيبقى الصيغه صيغه سؤال، هيبقى هاد وبعدين الفاعل وبعدين تصريف ثالث. انت عشان تنقل الفاعل هنا يبقى هاد في الاول. اه يا عم مش مشكله. يبقى مش فارق معاه انه يبقى بعده صيغه سؤال، وكانه سؤال هو مش سؤال، بس وكانه سؤال. هاد هي مثلا بلايد، هاد هي ستادد، هاد هي ايتن، عادي كانها سؤال، هي صيغه تشبه صيغه السؤال ومش فارق معاه. ده هو اللي فارق معاه، ان هاد والتصريف الثالث ما يبقوش جنب بعض، نفصلهم عن بعض. يبقى في وجود نو سونر او هاردي او سكيرسلي اذا كان في نص الكلام هيفصلوا عن هاد والتصريف الثالث. اذا جم في اول الكلام مش هيسكتوا، هيدخلوا الفاعل في النص ما بين هاد والتصريف الثالث. فيبقى نو سونر هاد والفاعل والتصريف الثالث زان ماضي بسيط، اما لو هاردلي وسكيرسلي هاد فاعل والتصريف الثالث هيبقى وين او بيفور ماضي بسيط. وادي المثال نو سونر هاد، اهو نو سونر لما جت في الاول جت معاها هاد. نو سونر هاد كرمينا، كرمينا الغردقه. اوكي نو سونر هاد كرمينا ستادد، لم تكد كرمينا ان تذاكر، زان شي سلابت، نامت. اصحي ما يعني ما لحقتيش حضرتك، لم يكد ده المثال جاي، لم يكد يعني ما لحقتيش، ذاكرتي ثانيتين يعني، فما ينفعش. نو سونر هاد كرمينا ستادد، ادي المثال نو سونر وبعدين هذا هي وبعدين الفاعل وبعدين التصريف الثالث. فصلنا ما بين هاد والتصريف الثالث عشان نو سونر موجوده. طبعا نو سونر بتاخد زان شي سلابت. يبقى لو كان هنا عندي هاردلي كنت قلت وين، لو عندي سكيرسلي كنت قلت وين. طب ينفع مكان وين يجي بيفور؟ اه عادي ينفع، ايه المشكله؟ يبقى نو سونر وهاردلي وسكيرسلي في اول الكلام، يبقى هاد وفاعل والتصريف الثالث. لو في النص هيبقى هم جايين نو سونر اصلا وهاردلي وسكيرسلي ما بين هاد وما بين التصريف الثالث. لسه عندنا شويه كلمات تاني وشرح جميل جدا وممتع بعد الفصل. عايز بقى دلوقتي افكرك بقاعده انت عارفها بس
ربما تكون نسيها. ما تنساش ان when اللي احنا قلنا موجوده معانا مع after و as soon as بيجي بعدها ماضي تام ثم ماضي بسيط، وقلنا ان هي بتيجي زيها زي before بيجي بعدها بسيط ثم تام. لا، when كمان ممكن يجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي بسيط. افتكر ده لو الحدثين حصلوا في وقت واحد مفيش فاصل زمني، زي مثلا لما قلت لك when I arrived لما وصلت I found the door closed لقيت الباب مقفول. هنا في اللحظه دي انا لحظه وصولي هي لحظه ملاحظتي ان الباب مقفول واخدت بالي في نفس اللحظه، اكيد ما اخدتش وقت طويل وفي فارق زمني علشان اعرف ان في الباب مقفول، وساعتها يبقى في ماضي بسيط وماضي تام وحاجه اقدم وحاجه احدث. مفيش الكلام ده، انا لحظه ما وصلت لحظه ما شفت الباب مقفول. فبيقول لك when I arrived الثانيه I found على طول ماضي بسيط برضو ماضي بسيط ماضي بسيط. When I arrived I found the door closed. كمان في كلمة اسمها prior to، ودي بيجي بعدها اسم noun، دي زيها زي before بالظبط معناها قبل، يعني prior to the match قبل المباراة I had trained اتمرنت. prior to زيها زي before في المعنى، وبيجي بعدها اسم مباشرة اسم مش فعل ing. في كمان كلمة اسمها immediately on يعني حالا بعد، او shortly after حالا بعد او بعد بوقت قصير. الاثنين دول بيجي بعدهم برضو اسم او فعل زي ing، هما معناهم بعد ولكن بيجي بعدهم اسم او فعل زي ing. خلي بالك هنا prior to اسم بس، لكن immediately on و shortly after بيجي بعدهم يا اما اسم يا اما فعل زي ing. shortly after reading بعد القراءة مباشرة I felt sleepy شعرت بإني عايز أنام. sleepy يعني عايز انام. طيب بص معايا هنا I had written the lesson، انا كتبت الدرس. الجملة دي معلوم ولا مجهول؟ I had written the lesson. I had written the lesson معلوم، الفاعل مذكور في اول الكلام اذا الجملة معلوم، صح كده؟ اذا كان الفاعل مذكور في بداية الجملة نقول ان الجمله دي معلوم. طب ازاي نحول الجمله دي لمجهول؟ شرحت لك انا بقى مرارا وتكرارا، قلت لك المجهول عباره عن verb to be زائد pp، احفظها بقى، انا قلت الكلام ده في يونت 1 كتير. المجهول عباره عن verb to be زائد pp، ابدا بالمفعول به في الاول ثم فعل يكون verb to be زائد التصريف الثالث الفعل. يبقى انا احذف الفعل وابدا بالدرس the lesson، بس هحافظ على had حفاظا على هوية الزمن. يعني ايه هوية الزمن؟ يعني عشان اللي يقرا الجملة يعرف انها كانت ماضي تام في المعلوم وهي حاليا ماضي تام في المجهول، فبخلي had موجودة زي ما هي واحط verb to be المناسب اللي هو been والتصريف الثالث من write written. فالمجهول في الماضي التام عبارة عن مفعول به had been والتصريف الثالث. تاني، المجهول في الماضي التام عبارة عن مفعول به في الاول had been والتصريف الثالث the lesson الدرس المفعول had been written كتيبة. خلي بالك بقى الحته اللي عايز اقول لك عليها دلوقتي، انا عندي شويه افعال او كلمات في الانجليزي لو جت لازم اعرف وافكر وادرك وافهم بالمنطق ان هيجي بعدهم ماضي تام. ليه؟ لما اقول لك مثلا انا فهمت في الماضي، فهمت ان انت مثلا ذاكرت كويس، فهمت دي في الماضي، يبقى حضرتك ذاكرت قبل ما افهم ولا بعد؟ اكيد قبل، اقدم. طب لو قلت لك مثلا انا تذكرت ان انت لعبت كويس امبارح، انا تذكرت في الماضي remember ده ماضي. طب انا تذكرت ما هو قبل الكلمه قبل ما احكي لك قبل ما اقول تذكرت، فلما الاقي تذكرت في الماضي يبقى كده انا تذكرت حاجه اقدم مش كده، يعني ماضي تام. لما اقول لك انا فهمت انا عرفت انا اكتشفت، كل ده معناه ان انت اللي فهمته واللي عرفته واللي اكتشفته واللي تأكدت منه، كل دي حاجات حصلت في الاقدم والماضي التام هو الاقدم. فبالتالي لما تلاقي الكلمات دي اهو، هناك كلمات المنطق يحتم علينا وضع ماضي تام بعدها، يعني طالما حضرتك شفت الكلمات دي على وضعها كده وهي ماضي كده، لا يبقى اكيد بعدها ماضي تام. تاني، الكلمات دي لو جت ماضي بعدها ماضي تام. نو ترجم معايا لو ما تعرفش الكلمه، نو يعني عرفته، understood يعني فهمت، realized أدركت، discovered اكتشفت، found out اكتشفت، made sure كنت متأكدا، was sure كنت متأكدا، noticed لاحظته. by لو جه بعدها موعد في الماضي، يعني مثلا اقول لك ايه by 2002 على حلول عام 2002 I had finished my studies كنت خلاص خلصت دراساتي وخلصت الدراسات العليا بتاعتي وخلصت كل حاجة وجامعتي على حلول الموعد ده اللي هو عام 2002. انا بتكلم انه باي لو جه بعدها موعد قديم يبقى اكيد انت خلصت قبل،
فاهمني؟ انا على الساعه 10 امبارح كنت انا مخلص مذاكرتي، يبقى انا ذاكرت قبل. فلما يدي لك باي وبعدها موعد في الماضي، يبقى على طول بعدها ماضي تام. باي وموعد في الماضي بعدها ماضي تام. في تعبيرين بقى لازم تحفظهم، it wasn't until، it wasn't until و it was only when. الاثنين دول بيجي بعدهم ماضي تام، ركز قوي. it wasn't until و it was only when، الاثنين بيجي بعدهم ماضي تام ومعناهم عندما، عندما حصل كذا كنت بعمل كذا. I realized أدركت that أحمد had arrived، إن أحمد وصل. أدي realized أدركت أكيد بعدها ماضي تام. لو قلت realized made sure understood remembered تذكرت، أوكي remembered أنا مش كاتبها، لا ضيف لي remembered مع الكلمات دي remembered، شوف لها مكان أهو remembered تذكرت. أوكي remembered انا تذكرت ان احمد وصل، اي كلمه من الكلمات دي تعرف على طول ان انت بتتكلم بعدها ماضي تام. عندنا بعد كده حاجه اسمها الماضي التام المستمر. ايه الماضي التام المستمر ده؟ هو حاجه كده شبه الماضي المستمر وشبه الماضي التام، هو معناه انه في حاجه حصلت قبل حاجه تانية، ده ماضي تام اللي هو انا عملت كذا قبل كذا، بس ساعه ما عملت الحاجه القديمه دي استمرت شويه، قعدت فترة طويلة، ما كانش حاجة حصلت في ثانية وخلصت، لا قعدت فترة. يعني يقول لك مثلا عندما وصلت أحمد كان ذاكر كتير قوي، فأنا هنا أحمد كان ذاكر قبل ما وصل أنا، يعني ماضي تام، بس كان طول في الموضوع فماضي مستمر. طب أعمل إيه، هو ماضي تام ولا ماضي مستمر؟ قال خلاص نعمل حاجة اسمها الماضي التام المستمر، معناها إن الحاجة دي حصلت قبل حاجة تانية ماشي، بس ساعتها حصلت واخدت فتره طويله فسموه ماضي تام مستمر. هو يشبه المضارع التام المستمر، بس المضارع التام المستمر في المضارع والماضي التام المستمر في الماضي. طيب السؤال هنا، لو انا جالي اختيارات اختار ماضي مستمر بس ولا ماضي تام بس ولا ماضي تام مستمر؟ بص يا سيدي، الفرق ما بين الماضي التام المستمر والماضي التام ان هنا في استمرار، والفرق ما بين الماضي التام المستمر والماضي المستمر بس انه الماضي المستمر بيستخدم للتعبير عن حاجه كانت مستمره وجت حاجه قطعتها. افكرك بحاجه قلتها في يونت 1، when I arrived، لما انا وصلت احمد was playing، احمد كان بيلعب. الجمله دي معناها ان احمد فضل مستمر في اللعب لغايه ما انا وصلت وقطعته، ده الماضي المستمر. الماضي المستمر معناها انه حدث كان مستمر وشغال لغايه انا عملت كذا. لكن لما اقول لك when I arrived، لما انا وصلت احمد had been playing، ده ماضي تام مستمر. had been playing ده معناه ان احمد كان قعد فتره طويله يلعب قبل ما انا اوصل، بس انا لما وصلت ما كانش بيلعب. دي معناها، ده الفرق الواضح ما بين الماضي التام والماضي التام سوري الماضي التام المستمر والماضي المستمر. الماضي المستمر عندما وصلت انت الواد كان بيلعب وانت قطعت لعبه، وقفته عن اللعب. لكن الماضي التام المستمر الواد استمر في اللعب فتره طويله قبل ما حضرتك توصل عنده، يعني انت وصلت لقيته خلص لعب، هو ده الماضي التام المستمر. عشان كده دايما ربطوه بالتام لانه حاجه خلصت انتهت اقدم بس استمرت شويه، لكن انا ساعه ما وصلت ما كانش فيه استمرار، كان خلاص الموضوع خلص، اخد فتره في الماضي وانتهى. فالماضي التام المستمر يعبر، يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمرا قبل حدث اخر. كان يا فندم كان مستمر قبل حدث اخر، يعني ما فضلش مستمر لغايه ما انا جيت قطعته، لا لا لا، كان مستمر لغايه قبل حدث اخر، قبل ما اجي انا خالص. طيب هو عباره عن الفاعل وهاد بن، والفعل زي جي زي اي هاد بن ريدنج، كنت بقرا. عموما بيجي دايما مع كلمه سنس، يعني منذ او فور لمده، او اول يعني طوال او هاو لونج، بس بشرط انه يبقى في معاها بيفور او وين في نفس الجمله. يعني لازم يبقى في سنس وبيفور في جمله واحده، او سنس ووين في جمله واحده، او فور وبيفور، او فور ووين، يعني لازم كلمه من دول الازرق مع كلمه من دول الاحمر، سنس او فور او اول او هاو لونج مع وين او بيفور في نفس الجمله. بص على المثال، اي هاد بين ستادينج، انا قعدت وذاكرت وطولت في المذاكره فور 3 اورز، لمده 3 ساعات، بيفور يو ارايفد، قبل ما حضرتك توصل. يعني بابا يقول لك يا ابني انا من ساعه ما جيت ما شفتكش بتذاكر، قول له بابا والله انا قعدت اذاكر 3 ساعات قبل ما حضرتك تيجي اصلا، انا طولت في المذاكره بس قبل ما تيجي حضرتك جيت لقيتني خلصت. فهنا فور جت ومعاها بيفور، فور ومعاها بيفور، اتفقنا فور واحدة من الأربعة دول معاها واحدة من الاثنين دول، أدي بي فور. بس طبعا زيه زي أي زمن من أزمنة المستمر، الماضي التام المستمر ما بيجيش،
لو في عدد من المرات، يعني ما ينفعش اقول لك ايه اي هاد بين بلاينج 3 ماتشز، لا لا لا، طالما حدد لك عدد 3 مباريات 3 خطابات 3 كتب، لا عدد، يبقى ما فيش مستمر، يبقى ارجع بقى للماضي التام العادي، ارجع لقواعدك سالمة. طيب ما ينفعش يجي مع افعال الحواس والمشاعر والادراك والملكيه ويكون اللي احنا شرحناهم في يونت 1 ساعه ما شرحنا الماضي المستمر، ولو انت مش فاكر الحته دي ارجع لها، المحاضرات مفتوحه مع حضرتك، ارجع اسمعها. في افعال معينه ما ينفعش تيجي مستمر خالص، مش ماضي مستمر بس، لا، ماضي مستمر ومضارع مستمر ومضارع تام مستمر وماضي تام مستمر ومستقبل مستمر، في افعال محظور عليها انها تستخدم في المستمر. يبقى الماضي التام المستمر زيه زي اي حاجه مستمر، ما ينفعش يجي مع الحواس ولا المشاعر ولا الادراك ولا الملكيه ويكون، وانا شرحت الموضوع ده تفصيلا في المحاضره بتاعه الماضي المستمر في يونت 1، ارجوك ارجع اسمعها لو مش فاكرها كويس. بس تقريبا احنا كده تقريبا خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالماضي التام وبالماضي التام المستمر. وبكده يا رجاله نكون خلصنا الوحدتين كاملين، شرحنا كل تفصيله كبيره وصغيره في قواعد الوحدتين. متهيألي انت بعد الفيديو بتاع النهاردة مش محتاج اي حاجة في الوحدتين دول، مبروك على حضرتك، الوحدتين دول تماما في القواعد انت مش محتاج فيهم حاجة خالص. مستنيك، لان بعد بكرة ان شاء الله عندنا كمان محاضرة طويلة زي دي شوية، بس فيها وحدتين كمان، الوحدة التالتة والوحدة الرابعة بكل تفاصيلهم. ما تنساش تيجي انت وصحابك وتبلغ كل الناس وتقول لهم يلا بينا نروح نراجع مع بعض عند مستر حاتم سميكة في قناة الانجليزي الاولى في مصر. اشوفكم دايما على خير، بحبكم في الله، إلى اللقاء.